السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد في قناه الاهلي. النهارده طبعا بنحاول من خلال قناه الاهلي ان نسعدكم باستمرار، بنسعد جمهور النادي الاهلي على قد ما بنقدر طبعا نبقى موجودين مع فريق كره القدم للنادي الاهلي في اولى مبارياته الوديه امام نادي النصر، بنبقى موجودين معاكم حصريا في هذه المباراه وبنذاعها على الهواء من خلال طبعا استوديو تحليل. هيكون معانا نجوم طبعا كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونه. دائما بنحاول نسعد جمهورنا، بنحاول كل صغيره وكبيره لدى الفريق الاول لكره القدم ان احنا نوضحها لكم ونبينها لكم بشكل كبير. النهارده مباراه اولى طبعا لهذا الموسم، وديه لهذا الموسم، سدادا لهذا الموسم. طبعا احنا عارفين ان احنا اولى مبارياتنا في الدوري الممتاز امام طلائع الجيش، ثم ان شاء الله في مباراتين مهمتين طبعا امام الترجي او مباراه الترجي، وايضا عندنا بطولات هنبقى في البدايه. طبعا بطوله السوبر دي مهمه جدا بالنسبه لنا، ان شاء الله نحققها تبقى ثلاثيه ان شاء الله بامر الله. عايزين نتكلم طبعا عن هذه المباراه، لكن قبل ما اتكلم على مباراه اليوم عندنا مباراه غدا لمنتخبنا الوطني، يعني ما زلنا بنتكلم فيها بقالنا يومين، ويعني اكيد كلنا في انتظار هذه المباراه وانتظار نتيجتها ان شاء الله، نتمنى انها تكون ايجابيه، لان كلنا حلم وكان عندنا حلم بقالنا في سنين طويله من 90 اخر مره وصلنا لبطوله كاس العالم اللي كانت موجوده في ايطاليا. اعتقد حتى الان يعني كل مره بنحاول ان احنا نروح الامور بتبقى صعبه او بتنكسر او بينكسر هذا الحلم على اقدام بعض المنتخبات اللي ممكن ما تكونش في نفس مستوى منتخبنا، ولكن طبعا المره دي مختلفه ان شاء الله. كلنا عندنا تفاؤل، كلنا عندنا امل في وصول منتخبنا ان شاء الله لبطوله كاس العالم 2018 بروسيا. ان شاء الله مباراه المكسب او نتيجه ايجابيه هتديك الحافز ان شاء الله ان انت تردها هنا في المباراه الثانيه امام اوغندا، ايضا في ملعب استاد الجيش ببرج العرب، تديك امل كبير ان شاء الله نتيجه الغد ان شاء الله بامر الله بنتيجه جيده. عايز اقول لكم طبعا وصول منتخبنا امبارح ل كامبالا في اوغندا، والنهارده اولى تدريباته على ملعب نيلسون مانديلا بكامبالا. يمكن اللاعبين اشتكوا من جزئيه ارضيه الملعب، زي ما بقول لكم امبارح كنت بتكلم ان انت ممكن تشوف الملعب من فوق اخضر وجميل ومستوي والدنيا تمام، ولكن مجرد لما بتنزل ارضيه الملعب بتلاقي بعض النقر، بعض الاماكن اللي ممكن تكون غير مؤهله للعب كره القدم فيه. فممكن ده كان وجهه نظري امبارح، واتحقق فعلا من خلال كده ان المنتخب اشتكى من خلال طبعا وجوده في الملعب النهارده. واضح جدا اللاعبين اشتكوا من ارضيه الملعب، نتمنى طبعا ان شاء الله التغلب على هذه العقبه، لان خلاص احنا مش هنقدر نقول بقى الملعب وحش، ملعب مش هنقدر نلعب، لا انت هتلعب ولازم مطالب بان انت تحقيق نتيجه ايجابيه من خلال تواجدك في الملعب. عندنا القدرات اللي تقدر تشتغل على الجزئيه دي، عندنا اللاعبين المميزين هم بالرغم من ملعب وحش ان هم عندهم القدره على السيطره على الكره في الملعب ده، ويقدروا ينقلوا الكره من رجل ورجل، وممكن كمان تغيير الخطط، تغيير اسلوب اللعب داخل الملعب من خلال طبعا مسيرته كوبر، وقبل كده اشتغل على ملاعب او لعب على ملاعب ممكن ما تكونش جيده، شفناها كده في بطوله افريقيا لو نتذكر في الجابون. ان شاء الله بكره منتخبنا هيلعب بالزي الابيض. الاستاذ الايهاب الهيطه المدير المنتخب الوطني اجتمع او في الاجتماع الفني التكنيكال ميتنج مع نظير اوغندي اصفر عن ارتداء منتخبنا هيكون بالزي الابيض، بينما يكون اصحاب الارض بالتيشيرت الاحمر والشورت الاصفر. ان شاء الله يمكن الحكم الموريتاني هو الحكم المباراه، بوشعيب المغرفي المغفري هو حكم المباراه، وطبعا هيكون معاونيه هيكون موجودين معاه بكره ان شاء الله. نتمنى طبعا تبقى جزئيه التحكيم جزئيه هي دي برضو مهمه في هذه المباراه، يبقى في حته العدل وحته ان انا ما فيش حاجه تيجي عليا، تكون نتمنى طبعا يبقى في العدل اهم حاجه، واهم حاجه كمان من منتخبنا ان احنا ما نعملش اي فاولات حوالين ال 18، او ندي الفرصه للحكم ان يبقى عندنا مشكله جوه ال 18 او حواليها، لان دي بتسبب خطوره لمنتخبنا. يا رب ان شاء الله يكون هو ده التفكير عند اللاعبين. ايضا المهندس هاني بوريده بيتكلم على ثقته الكامله بالمنتخب وثقته الكامله باللاعبين والجهاز الفني، وهم قد ايه هم استعدوا بشكل كبير جديد جدا في الفتره اللي فاتت. عايز اطمن طبعا على منتخبنا اللي موجود حاليا في اوغندا، واللي موجود طبعا بعثه اعلاميه وبعثه صحفيين ومواقع، طبعا اهتمام الاعلام المصري بهذه المباراه اعلام يعني اهتمام كبير جدا. معايا من اوغندا الصحفي والناقد الرياضي محمد مراد، برحب بيك يا محمد.
ازيك يا كابتن محمد، او حضرتك ايه وكل طيب؟ تحياتي ليك محمد. يا ريت طمنا طبعا النهارده اولى التدريبات على ملعب نيلسون مانديلا، هي تدريبه واحده تقريبا وبعد كده ان شاء الله المباراه. تمام بلغني يعني. تمام، هو يعني تدريب، يعني هو تدريب واحد واخير يا كابتن محمد. طبعا المنتخب لسه واصل امبارح حوالي الساعه 11 بالليل لاوغندا. تدريب كان النهارده معظمه حاجات بدنيه وجمل تكتيكيه كده، تقسيمه كده في وسط الملعب بين بعض اللعيبه. كوبر ما كشفش حاجه خالص عن الخطه، كان في حضور اعلامي اوغندي كبير، كان في جماهير برضه مصريه واوغنديه كبيره حاضره التدريب. اكتفى يعني التدريبات كده في وسط الملعب بدنيه، اكتفى بان هو اجتمع ببعض اللعيبه تحديدا من خط الوسط، محمد النني وسام مرسي وطارق حامد واسام عاشور. يعني ده الحاجه الوحيده اللي هي التكتيكيه اللي كانت بارزه للتدريب. قعد يديهم شويه تعليمات ازاي يامنوا من وسط الملعب، يعني هيعتمد بكره ان شاء الله بخطه دفاعيه، تامين خط الوسط مع تامين دفاعي، ان هو مش عايز يبتدي الماتش مهاجم، عايز يمتص طبعا حماس اللعيبه في الاوغنديه في اول 10 دقائق. بعد التدريب كله كان بشكل ترفيهي يا كابتن محمد، فك عضلات بعد الاجهاد امبارح، رحله الاجهاد امبارح اللي استمرت اكثر من 6 ساعات او 7 ساعات. ده اللي كان اشتغل عليه التدريب، لكن ما فيش اي ملامح لاي تثبيت للابتدي بقى بكره. طيب بالنسبه لارضيه الملعب، اللاعبين اشتكوا فعلا من ارضيه الملعب؟ ها يعني هو كلهم الحقيقه كان في صدمه كده يا كابتن محمد على اللعيبه وهم داخلين. يعني كنا بنسمع من الاعلام الاوغندي والاعلام المصري ان ارضيه الملعب مميزه، اللعيبه اتصدمت من ارضيه الملعب. يعني كان في تعليق حتى طريف من محمد صلاح مع اللعيبه، قال لك ده جنينه مش ملعب. يعني ارضيه يعني في مطبات كتير في قلب الملعب، في حته عاليه وحته واطيه، لكن اللعيبه قال لك خلاص مش مهم، مش هنحطها ان هي تبقى يعني حاجه يتعللوا بها لو حصل لا قدر الله اي نتيجه غير الفوز، ولكن ان شاء الله احنا هنلعب بكره مهما كان الظروف. لا ما هو ما فيش لقاء برضه كنت احفظهم مع الكابتن هنا ابو ريده قبل، يعني هم واقفين مع بعض قبل التمرين. هو ما فيش اي حاجه طبعا خلاص، يعني مش موضوع حجج، هو الموضوع نفسه انت محطوط في امر موجود ان انت عايز توصل كاس عالم، تلعب بقى في ارض رمله، تلعب في ارض تراب، تلعب في ملعب مش حلو، المهم هو طبعا وصولك لكاس العالم. هو زي ما قلت كابتن محمد، يعني هو التعليق ما خدش اقل اكتر من نص دقيقه مثلا، هم بيعملوا بيشوفوا الارض بيبصوا عليها قبل التمرين، وقفوا مع بعض قال لك خلاص مش مهم، يعني مش هتفرق كده كده ان شاء الله، اهم حاجه عندنا بكره الماتش. احنا متعودين على ملاعب افريقيا ودي معظم الملاعب اللي موجوده في افريقيا. شايف ان في تركيز وحماس على معظم اللعيبه بكره. في لغايه دلوقتي يعني التشكيله كابتن يعني شبه محسوم، يعني خلاص الخلاف اللي اعتقد لغايه دلوقتي على الصجوم كهربا ولا عمرو جمال او رمضان. طب بالنسبه لحراسه المرمى محمد، يعني عصام الحضري بنسبه كبيره، هو عصام الحضري في حراسه المرمى، وقدام محمد عبد الشافي واحمد فتحي واحمد حجازي ورامي ربيعه ومحمد النني وطارق حامد، وكان في منافسه جامده جدا من سام مرسي ان هو يدخل مكان على حساب طارق حامد، وفي طبعا عبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه. المركز ده الهجوم اللي فيه خلاف جامد يا كابتن، يعني كهربا ولا عمرو جمال او رمضان. اعتقد يعني لغايه دلوقتي عمرو جمال اقرب بنسبه كبيره ان هو يكون هجوم منتخب مصر بكره قدام اوغندا. طيب انا مش عايز اطول عليك، لكن طبعا اهتمام وسائل الاعلام او الميديا هناك في اوغندا بالنسبه للمباراه ماشيه ازاي، او كان وضعها عامل ازاي؟ يعني اول التمرين يعني ده سبب رئيسي ان كوبر يغير، يعني يعتمد على اداء بعض الكومه التكتيكيه بس النهارده، انه كان في وجود اكثر من قناه اوغنديه موجوده في التمرين، اكثر من اعلاميين موجودين برضه من الجانب الاوغندي في التدريب، جماهير اوغندا كانت موجوده بره الاستاد بصوره كبيره، معظمهم يعني كان على حسب تصريحات يعني بعض الاوغنديين ان هم جايين تحديدا لمحمد صلاح، يعني محمد صلاح نجم ليفربول طبعا، هم هنا بيهتموا جدا بالكوره يا كابتن محمد، بيهتموا بالدوري الانجليزي، يعني اكثر مشاهده حتى للدوري الاوغندي. يعني هنا اهتمام جامد جدا بالدوري الانجليزي، وقعدوا يشاوروا لصلاح على ماتش ارسنال والربوعيه بتاع ارسنال، محمد صلاح يداعبهم ويقول لهم قولوا للنني بقى، يعني شاوروا النني ويقولوا له اربعه برضه، يعني بيداعب النني وهو في التمرين. يعني ده اكثر حاجه كان مهتمين بقى جدا محمد صلاح، جماهيريه كبيره جدا كابتن محمد طبعا ربنا يوفقهم كلهم ان شاء الله. كبيره جدا يعني هو لعيب يستاهل الامانه. طبعا طبعا ربنا يوفقهم كلهم جميعا، النني محمد صلاح رمضان احمد حجازي كل اللاعبين المحترفين سواء بقى في الدوري الانجليزي او في الدوريات الاخرى الاوروبيه. بشكرك محمد مراد طبعا ناقد رياضي باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا. اكيد الاهتمام سواء بقى من
مجلس اداره اتحاد الكوره والدعم اللي بيدعمه اللاعبين والجهاز الفني ايضا الدوله نفسها، سفيره مصر باوغندا طبعا معالي السفيره مي طه بتطمن بشكل كبير على منتخبنا، يعني العقبات اللي بتواجه المنتخب هناك بتحاول طبعا تذللها بشكل كبير، ودي حاجه مميزه جدا. وان شاء الله دايما بسمار دايما البعثات الدبلوماسيه اللي بتبقى موجوده في الدول الافريقيه او الاوروبيه او اي مكان بتروحوا المنتخبات المصريه سواء كره قدم او العاب اخرى، تذليل العقبات بتبقى هو دور مهم جدا ليهم، لان احنا طبعا في الاول وفي الاخر احنا بنمثل بلدنا بنمثل مصر، ويوم ده هيبقى يوم صعب جدا بكره ان شاء الله، نتمنى ان هو يتسهل من خلال طبعا تذليل كل العقبات. ما ينفعش ان انا ما اتكلمش طبعا على الشركه الراعيه للمنتخب الوطني او الكره المصريه استاذ محمد كامل بيطير الى كامبالا لحضور هذه المباراه غدا. طبعا كان في مؤتمر صحفي في ابو ظبي عشان مباراه السوبر اللي هتقام ان شاء الله، السوبر الاماراتي اللي سوف تقام ان شاء الله في مصر بين الجزيره والوحده. الاستاذ محمد كامل كان موجود هناك عشان هذه المباراه اللي هتكون يوم 5 يناير المقبل، ولكن طبعا بما ان الشركه بتقوم بدور كبير جدا في الكره المصريه بقى لها فتره طويله حتى الان، يهمها طبعا هذه المباراه، والاهتمام طبعا واضح من جميع المصريين سواء بقى الشركه الراعيه الجهاز الفني اللاعبين الجمهور، كل ده مهم جدا جدا. وطبعا استاذ محمد كامل بيقوم بدور كبير ومجهود كبير جدا في الفتره اللي فاتت، وبيطير طبعا لحضور هذه المباراه. كل التوفيق لمنتخبنا، وده الاهم، الشركه الراعيه كلنا عايزين منتخبنا يوصل، هتفرق معانا كمصريين كاستثمار في كرة القدم كشكل صناعة كرة القدم في مصر من خلال وصول منتخبنا لكأس العالم إن شاء الله. والله يعني الناس مش متخيلة، لا هتخيلوا إن شاء الله الأمور هتتطور بشكل كبير. قعدنا 5 سنين الأمور وقفت عندنا في كرة القدم، الخطوة بتاعت كأس العالم دي يعني هتودينا في حتة تانية خالص، هتودينا لقدام 10 سنين في تطور. هو ده اللي انا بتكلم عليه وان احنا بنتمناه. طبعا حلم وصول ده ان انت تلعب في كاس العالم مع الدول العالميه في كره القدم ايضا دي حاجه مميزه جدا، ولكن انا بتكلم على صناعه كره القدم في مصر، هتفرق كتير جدا جدا وصولنا لكاس العالم. كلام بقى هنتكلم بقى على فريق النادي الاهلي النهارده والمباراه اللي احنا بنتكلم عليها، مباراه الاهلي والنصر، اولى المباريات الوديه استعدادا للموسم الجديد للنادي الاهلي، مع نجومنا وضيوفنا طبعا كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونه والتحليل الفني لهذه المباراه بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. يعني كلام كتير عن المباراة، مباراة النصر، المباراة الودية الأولى لاستعدادا طبعا لهذا الموسم الجديد، موسم إن شاء الله نحقق أيضا ثنائية فيه ونحقق السوبر ونحقق أفريقيا. عندنا أمل في فريق كرة القدم إن شاء الله هذا الموسم بعد المستوى الرائع من خلال الموسم الماضي وتحقيق الثنائية مع كابتن حسام البدري واللاعبين المميزين اللي في طبعا تم إضافة بعض أيضا اللاعبين المميزين واستخدام لاعبين مميزين أيضا إن شاء الله فريق النادي الأهلي 10 سنين. نتمنى ان شاء الله من خلال تواجد اللاعبين الموجودين حاليا يقدر ياخد بطولات ويحقق. احنا ممكن لو نتذكر في وقت من الاوقات 7 سنين دوري متتاليه، دي حاجه كان جيل ايضا رائع للنادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله من خلال وجود الجيل الحالي نفس الموضوع يكون موجود. يعني النهارده هيكون معانا 2 من اللي كانوا موجودين في الجيل اللي حصد النادي الاهلي 7 سنين متتاليه بطوله الدوري. طبعا برحب بكابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بكابتن وليد. كابتن فاروق برحب بيك وكل سنه وانت طيب وكل سنه والأمة الإسلامية بخير ومصر كلها بخير، ويا رب احنا الثلاثة إن شاء الله نكون على جبل عرفات السنة الجاية. يا رب آمين يا رب. كابتن وليد كل سنة وأنت طيب. كابتن سمير كمونة طبعا نجم مصر ونجم النادي الأهلي وبرضه واحد من اللي حصدوا 7 سنين دوري متتالية. ربنا يخليك يا كابتن فاروق، كل سنة وأنت طيب وموفق دايما. برحب بيكم طبعا، بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية. اتفقت أنت بزوز كرافتات أنت النهاردة. الجو حر. الجو حر. الله يكون في عونك. يعني خلينا نتكلم كابتن وليد بدايه المباراه الوديه للنادي الاهلي، واكيد كابتن حسام البدري وهو بيبتدي يعمل اعداد لفتره الاعداد، طبعا في جزء منه طبعا
ناقص، انت عندك لعيبه دوليه موجوده مع المنتخب الوطني، واما يرجعوا طبعا هيستكمل الجزئيه دي. ولكن يعني النهارده كابتن حسام البدري وتصريحاته بالنسبه للفتره اللي جايه والفتره السابقه، بدايه وجود مثلا واحد زي عبد الله السعيد وحسام عاشور في المنتخب دي حاجه مميزه لكابتن حسام البدري، ومستمتع اكيد هو سعيد بالجزئيه دي، وبيتكلم ان وجودهم هما الاثنين والمنافسه ما بينهم مع النادي الاهلي اعتقد هتضيف بشكل جيد جدا للنادي الاهلي. كابتن مليون في الميه، النادي الاهلي عودنا على مدار التاريخ ان يكون ليه نجوم في المنتخب، كمان ما بيكونش ليه نجوم في المنتخب بس، ده بيكونوا نجوم ومؤثرين، مؤثرين بشكل كبير جدا، اذا كان من اول بقى احمد فتحي قلب الاسد او شريف اكرامي لو وقف، رامي ربيعه في نص الملعب، عاشور اذا لعب، عبد الله السعيد ورقه مهمه جدا، عمرو جمال طبعا اللي طلع لسه من قريب جدا، غير بقى نجوم النادي الاهلي اللي هي تعتبر طبعا من ابناء النادي الاهلي، تريزيجيه ورمضان صبحي واحمد حجازي وحتى محترفيننا بره، لكن هم بينتموا للنادي الاهلي. دي نقطه يعني النادي الاهلي بيتشرف بيها انه دايما بيدي للمنتخبات الوطنيه. المباراه الوديه للنادي الاهلي انا يهمني فيها بقى نمره واحد حاجه مهمه جدا اللي هي تغيير طريقه اللعب. يعني النادي الاهلي اشتغل بدني ماشي، اشتغل تكتيك ماشي، اهم حاجه في المباراه الوديه اربط بين المباراه الوديه وبين الكابتن حسام البدري لما قال في احتماليه لتغيير طريقه اللعب الموسم القادم. تمام، تقدر تجربها؟ اه تقدر تجربها، حتى لو ناس كتير غايبه. اه حتى لو ناس كتير غايبه، انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه موجود هنا. اقدر بقى لو انا بفكر في 4-3-3 اقدر العب بوليد ازارو كراس حربه، مؤمن زكريا واجايه مثلا، او وليد سليمان ومؤمن زكريا، اقدر احط ثلاثة في نص الملعب يطلعوا مثلا هشام محمد، السوليه، اسلام محارب، واتيفر بقى الكابتن هو اللي محضر. اهم حاجه ان انا ابتدي من دلوقتي قبل ما ادخل على الموسم اجرب الطريقه الجديده اللي عايزها كابتن. صحيح صحيح كابتن وليد، اكيد لازم يبقى عندك الحلول. انت ساعات بتتعرض لاصابات، ساعات بتتعرض لمواقف لعيبه بتغيب نتيجه انذارات، فبالتالي يبقى عندك الحل الثاني، وساعات يبقى اثناء المباراه نفسها انت محتاج تغير اداء الفريق نتيجه ان في فريق بيلعب قدامك بشكل معين. ده اللي احنا نتمناه، وانا معاك في الجزئيه دي كتوري. اكيد كابتن حسام بدري في المعلومه دي اكيد هو واصله له بشكل كبير كمدير فني وعارف امكانيات اللعيبه والفريق. كابتن سمير ايضا يمكن تصريحات كابتن حسام على اجايه ان هو كان اثناء الموسم اللي فات هو لاعب اصلا مميز ولاعب محبوب من اللاعبين، ولكن اصابه مروان محسن هي اللي دفعت كابتن حسام البدري ان يلعبه كمهاجم صريح، لكن هو في الاصل هو مهاجم تحت رصاصات الحرب. هو طبعا اجايه طبعا جوكر زي ما بنقول لاحمد فتحي في خط الظهر، بنقول اجايه طبعا في خط الهجوم او تحت الفراده. كابتن حسام بيحب يلعب بطريقه بيحتاج مؤمن وليد واجايه وعبد الله السعيد طبعا بيبقى متواجد وبيعمل ادوار فعاله، وشفناه واحرز اكتر من هدف، بالاضافه كمان لما بيلعب فرد صريح بيأدي واحرز اكتر من هدف، فهنا بتلاقيه وهنا بتلاقيه. انا وجهه نظر ان مكسب كبير جدا للنادي الاهلي السنه دي ان يتعاقد مع اجايه او من الموسم اللي فات. طبعا طبعا لعيب ما تقدرش تستغنى عنه في ظل طبعا غياب مروان محسن وعمرو جمال بعيد عن مستواه وعماد متعب طبعا لعدم لعبه بصفه مستمره، فكابتن حسام كان بيضطر ان هو يجرب اجاييه في طريقه الهجوميه او بيلعب بيه كورقه تحت الفراوده، ونجح بفكر كابتن حسام ان هو بيلعب بيه تحت الفراوده وفرود صريح. فده طبعا فكر من الكابتن حسام ان هو يبقى عنده لعيب يكتشفه بيلعب في اكتر من مكان، زي ما بنشوف طبعا دلوقتي وليد ازارو موجود هيقدر ان هو هيقدر يرجع اجاييه لمكانه تاني زي ما بدا بيه السنه اللي فاتت مع عبد الله ووليد ومؤمن، والتبادل كان مستمر طول السنه، لكن السنه دي هنشوف عوده مروان محسن، وجود عماد متعب، وجود وليد ازارو، بالاضافه لاجاييه هيبقى عندك اكتر من 3-4 فراوده تقدر ان انت تختار بيهم. كابتن حسام عليه ان هجوم الاهلي بخير بشكل كبير كابتن، وجود ازارو، وجود عماد متعب، وجود احمد ياسر ريان كمان كلاعب مميز من قطاع ناشئين النادي الاهلي، طبعا بالاضافه لمروان محسن لما يعود، دي في حد ذاته بتطمن الجهاز الفني في الجزئيه الاماميه، خصوصا ان انت في وقت مؤكد كنت بتعاني
كنت بتعاني طبعا، عماد كان بعيد شويه، عمرو جمال كان بعيد شويه، كان الى حد ما الجزئيه دي كانت ناقصاك بشكل كبير. مظبوط، يعني انت بتتكلم على احمد ياسر ريان من اللعيبه الممتازه من قطاع الناشئين نادي الاهلي، مواليد 98، كابتن حسام اختاره عن طبعا جداره، يعني خلينا نقول عن جداره او اختيار موفق ان هو بينجح قطاع الناشئين، لكن مش بالكلام لكن ده بالفعل، اللي هو لعيب كويس جدا ولعيب من اللعيبه اللي ليها مستقبل. دلوقتي انت تبقى في حيره، بس حيره كويسه ان انت عندك اكتر من 3 4 فراوده، والنادي الاهلي متعود ان مفيش نواقص بتبقى موجوده في اي مركز من المراكز في التشكيله الاساسيه، او حتى الناس اللي بره في الدكه بيعوضوا، عندنا دكه كويسه جدا. صحيح. بنتكلم ان احنا عندنا فرد واثنين وثلاثه واربعه، دي بتبقى ميزه للنادي الاهلي ان هو او المدير الفني النادي الاهلي كابتن حسام يقدر ان هو يختار بارتياحيه، ويقدر يعني يختار الافضل في الوقت المناسب. طيب، يعني ده طبعا تسخين فريق الاهلي لمباراه النصر النهارده، طبعا المباراه بملعب او مشروع الهدف، يعني ده حصريا على قناه الاهلي. طبعا واضح ان عماد في التشكيل الاساسي، هيجي لنا التشكيل الاساسي حالا دلوقتي، هو عمرو بركات هيجي لنا، هو هشام محمد هيجي لنا، ونقول التشكيل لحضراتكم بعد قليل. كابتن وليد، يمكن كابتن اسامه، كابتن حسام طبعا كلامه على اللعيبه خصوصا اللاعبين العائدين من الاعارات، احمد الشيخ كابتن، وبيتكلم انه كابتن حسام ان عليه مسؤوليه كبيره جدا هذا الموسم مع فريق النادي الاهلي. بص، مفيش لعيب ما عليهوش مسؤوليه كبيره مع تيم النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما احنا اتفقنا وختمنا الموسم اللي فات بمقوله مهمه جدا، يعني كابتننا الكبير الكابتن ربيع ياسين او كابتن سمير كمونه او انا اتفقنا كمحللين على ان النادي الاهلي عنده 3 فرق. مهم جدا ان الناس تعرف وجماهير النادي الاهلي تعرف ان النادي الاهلي دلوقتي بيمتلك في كل مركز ما لا يقل عن 3 لاعبين، الثلاثة احسن من بعض. فبالتالي الحتة اللي بيلعب فيها احمد الشيخ هيلعب فيها وليد سليمان ولا احمد الشيخ ولا حمودي، الثلاثة جامدين قوي، كل واحد يحاول يفرض سيطرته ويفرض هيمنته بمجهوده وبادائه على المكان ده. نفس الوضع هتروح الناحية التانية، عندك اجاييه وعندك مؤمن زكريا وعندك مثلا عمرو بركات، الثلاثة جامدين جدا. هتروح في القلب عندك عبد الله السعيد وعندك صالح جمعة وممكن يدخل فيها هشام محمد، الثلاثة جامدين قوي. انت خلاص بقى كل مركز عندك 3 أو 4 لاعبين على نفس المستوى. مين اللي يلعب بقى؟ هو مش احمد الشيخ بس اللي المفروض يبقى عنده مسؤولية او يبقى يعني يبقى متحمس انه ياخد مكانه، لا هو كل لعيبه النادي الاهلي، وده في حد ذاته بيفرز بقى الحاله الفنيه الجيده يا كابتن في المنافسه في دي. انت المكان الوحيد اللي احنا سن لسه متخوفين منه هو قلب الدفاع، لان انا لما يرحل من عندي واحد من احسن السردباكات في القاره الافريقيه كلها ان لم يكن في العالم، احمد حجازي، انا لازم ابقى حاطط ايدي على قلبي لغايه لما اجيب واحد تاني بنفس الكفاءه. كلام على لاعب سوري كابتن، كابتن احمد صالح، احمد صالح كابتن منتخب سوريا طبعا، وفي كلام على مش هيتعامل كلاعب محترف. بالظبط، دي حاجه ميزه برضو يعني، اكيد مليون في الميه. كمان انت عندك دلوقتي زودوا العدد لاربع اجانب. صحيح. انا اقدر استخدم لعيب اجنبي، اقدر استخدم لعيب من شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، متميزين جدا في حته قلب الدفاع. اقدر اجيب يعني ايه بلغه الكره كده، وحش، يعني وحش يبقى طويل ياخد كل الكرات العاليه، يعرف يلعب الكره على الارض. كابتن يلعب الكره، وممكن استغنى عن المهاجم الافريقي. يعني انا شايف ان وليد ازارو مع مروان محسن مع عماد متعب مع جاي 4 كفايه جدا. طبعا مش شرط ان انا، هل انا لو جبت مهاجم 4 مميزين يا كابتن وليد، ولو جبت مهاجم افريقيا يا كابتن كمونه، مين بقى يعني هيلعب على مين؟ ما انا جايب وليد ازارو ليه؟ لكن انا ممكن اجيب مدافع ان شاء الله اوروبي قوي جدا، ممكن اجيبه من اوروبا، ممكن اجيبه من شمال افريقيا، اجيبه اجنبي صفقه رابعه، والراجل ده يكون موجود على طول في المباريات. فبرضه يعني وجهات نظر، حتى لو الناحيه السوريه ما قدرتش انا اعملها، يعني لو احمد الصالح مثلا غالي جدا في طلباته الماديه، شفت ان انا الرقم راح لارقام لعيبه اوروبيه، لا اجيب بقى لعيب مظبوط كده، لعيب بيلعب في منتخب تونس، بيلعب في منتخب الجزائر، المغرب، فرقه مثلا زي كوت ديفوار. احنا اتعرض علينا في نادي الاتحاد سردباك منتخب كوت ديفوار وحش. يعني انا اشوف ان النادي الاهلي يدور في الحته دي، بيبقى معاه سردباك عشان اعوض غياب حجازي. مظبوط كده. لكن انا لو رحت للمهاجم الافريقي وبعد كده ما عرفتش اجيب حد، واعتمدت على ان ممكن ايمن اشرف يقوم بالحته دي، ابقى انا حسيت ان في المركز ده انا قليت ما زودتش. تمام. لان انت برضو بصراحه طول الموسم الناس اجتهدت، لكن سعد غاب لاسباب
اذا كان تجنيد في الجيش او حاجات خاصه. نجيب غاب بعض الوقت الاصابه، رامي ربيعه اتعور مده كبيره، فبالتالي انا بلعب على كل المستويات. وتصريح الكابتن حسام زي ما انت بتقول او المهندس محمود طاهر قبليه قال انا عايز اخد الدوري والكاس والسوبر وافريقيا واروح كاس العالم للانديه. صحيح. فالنادي الاهلي هيدخل الموسم عايز كل البطولات. مظبوط. فبالتالي محتاج لازم عدد من اللاعبين، لان في حاجات كتير هتقع منك اثناء الموسم. عايز بس اوضح للساده المشاهدين حاجه، النادي الاهلي ممكن تتلافى اي مشكله من جوه الملعب، لكن انا مش عايز اوصل للحته دي. يعني ليه انا اجبر نفسي ان اجيب احمد فتحي العبه سيرد باك، او اجيب مش عارف ايمن اشرف العبه سيرد باك، او احط طب ليه؟ ما انا من الاول عندي في القايمه اقدر ادعم كل العناصر بكل المراكز. مظبوط. وده اللي حصل على فكره في كل مراكز الملعب لسه باستثناء السرد. باستثناء. ويمكن جمهورنا واقع يا كابتن لما بيجي انت ماشي في الشارع يا كابتن وليد، انت نجم من نجوم النادي الاهلي، بيسالك كابتن هنجيب مدافعين ولا لا، فما بالك الجهاز الفني اللي هو في قلب المشكله وقلب الفريق. كابتن وليد يمكن ايضا كابتن حسام بدا يتكلم على هشام محمد، اتكلم عليه بشكل جيد جدا ان هو لعيب خططي ويجيد الاستحواذ داخل نص الملعب ويجيد الاستحواذ في الملعب نفسه بشكل كويس، وانت كنادي وكفريق بتبقى محتاج النوعيه دي من اللاعبين يا كابتن سمير. هو طبعا هشام من اللعيبه الممتازه، ابن النادي الاهلي، راح فتره طبعا المقصه وجت فيها، عشان كده النادي الاهلي ابتدى ان هو يرجعه تاني زي طبعا ايمن اشرف طبعا من ابن من ابناء النادي الاهلي، من اللعيبه الممتازه. هشام كمان عنده ميزه ان هو بصير كويس جدا، ممكن يعوض لك حته حسام غالي شويه، هو لو لعب جنب السوليه او عاشور الاثنين بيميلوا للدفاع شويه، خصوصا عاشور ان هو بيقطع وبيسلم، وعاشور دلوقتي بقى عنده ميزه ان هو بيلعب للامام، بقى يعمل سروهات سرو باص قدام ممكن تجيب منه جول، دي بقت ميزه كمان في عاشور. انما هشام محمد لو لعب في نص الملعب هيقدر يفيد النادي الاهلي بالباص السليم بتاعه، ان هو مميز بيها، عنده تصويب على المرمى كويس جدا، معدلات الجري بتاعته كويسه، هو لعيب متكامل، انما محتاج ياخد ماتشات عشان يبقى في تجانس وتاقلم مع تيم النادي الاهلي. هو ما فيش شك صفقه ناجحه، النادي الاهلي هيستفيد منها، سنه صغير تقريبا 27 او 28 سنه، فانا شايف ان هشام محمد من اللعيبه الممتازين في المكان ده، واجاد مع فرقه المقاصه الحقيقه واحرز اكتر من هدف واجاد قدام النادي الاهلي، عشان كده مسؤولي النادي الاهلي ابتدوا يبصوا لبعض المراكز اللي ناقصه النادي الاهلي للمستقبل ان هم يجيبوه. انا شايف ان هشام محمد الفتره اللي جايه هيبقى ليه دور فعال مع تيم النادي الاهلي. يمكن ده تسخين فريق النادي الاهلي، ملعب الهدف ملعب جميل يا كابتن وليد، وهيديك النهارده لحد ما ارضيه الملعب انك تطبق حاجات انت ممكن تكون محتاجها انك تطبقها بشكل كبير طبعا. وده ايضا تسخين فريق نادي النصر، ولابس احمر بس اكيد التيشيرت هيتغير طبعا في المباراه. اكيد يعني المباراه الوديه زي ما انت بتقول يا كابتن فاروق هي بتدي للمدير الفني ارتياحيه في ان انا اجرب التجربه، يعني مش هتضرني في حاجه، النتيجه ليس لها اي قيمه، اغلب الفرق الكبيره بتتغلب في الماتشات الوديه ما فيهاش مشكله، اهم حاجه طبق. يعني مصر المقصه واحد كان من الفرق اللي بتتغلب في كل الماتشات الوديه، والزمالك بس انا بقول على مصر المقصه لانه الودي حاجه والرسمي بتاعه طبعا حاجه ثانيه. يعني يبتدي الموسم الكابتن ايهاب اي فرقه تلعبه كان يكسب مصر المقصه، ويجي في الدوري واخد ثاني الدوري. فهي المعروف ان المباريات الوديه خصوصا في فتره الاعداد للتجربه فقط، انا بجرب حاجات كتير، انت عندك ممكن تلعب ب 100 طريقه. يعني انا لو النادي الاهلي مثلا هيتبع طريقه 4 3 3 ممكن ليها مشتقات كتير جدا. صحيح. انا لو لعبت مثلا بواحد زي هشام محمد وعاشور مثلا وصالح جمعه ادي 3 ولعبت ب 3 قدام، انا ممكن اقلب الطريقه بعد كده ان تبقى 4 3 او 4 1 3 2، لان اجايده ممكن يدخل كراس حربه تاني مع وليد ازارو ويزق 2 من نص الملعب زي ما بيعمل برشلونه مثلا، وتتقلب ل 4 1 3 2 يستحمل الملعب، يستحمل. ممكن كمان تتقلب ل 4 1 4 1 2 يزقوا من الديفندرات. بتحصل يا كابتن وليد، بتحصل 4 1 بس 4-1. كل طريقه ليها مشتقاتها عادي تحصل مش عارف ايه قفشت ليه، كل طريقه ليها مشتقاتها اللي هي طريقه اللعب نفسها. يعني لما انا العب بثلاث ديفندرات غير لما العب باثنين. صحيح. ممكن لما العب بثلاثه يبقى في اثنين
فروم بوكس تو بوكس او من ال 18 لل 18 طايرين على طول ويقدروا يردوا في نص الملعب. فبالتالي كل طريقه ليها اسلوبها وليها التركيز بتاعها. على فكره ممكن وارد جدا ان احمد فتحي كمان يضم في نص الملعب. انا اقدر العب بعاشور ارتكاز ويبقى على يمينه مثلا احمد فتحي وعلى شماله هشام محمد مثلا او اسلام محارب او عمرو السوليه. يعني انا اقدر اغير الطريقه من اللعب مثلا اللي هو الحلو اللي هي لمسه ولعب او اللي هم فيها صناع العاب كتير لطريقه المانيا او طريقه مثلا الريال مدريد اللي هي فيه اللي هو يعني زي لوكا مودريتش كده وتوني كروس لا بيجروا كتير. اقدر اخلي الدفندرين اللي جنب عاشور بيجروا بنسبه لياقه بدنيه عاليه جدا واقلب الطريقه ما تبقاش كلها يعني فيها كره حلوه. صحيح. يعني النادي الاهلي دلوقتي ما شاء الله يقدر يلعب بافكار كتير. اهم حاجه ان الكابتن حسام يركز ان هو يختار طريقه او اتنين يطبقهم الموسم الجاي. يمكن يعني مش هقدر اتكلم يعني اتكلمنا على المراكز والكابتن حسام كمان بيتكلم على المراكز، لكن مهم جدا عمالين نتكلم على المركز دي ومتكلمناش على حراسه المرمى ودورها في الموسم السابق. كابتن حسام اتكلم عليها على شريف اكرامي، بيقول يعني تألق اكرامي ساهم في تحقيق الثنائيه كابتن بشكل كبير. أيوة. ووجوده الموسم استثنائي بالنسبه له والكلين شيت اللي موجود على مدار الموسم. يميني رايك في الجزئيه دي وشريف اكرامي. أيوة. ربنا يوفقه طبعا مع منتخب مصر ان شاء الله. انا شايف قبل تألق شريف اكرامي هو وجود محمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم اللي خلوا شريف بلغه الكوره كده يبقى فايق. خد بالك انت بعد قرار اتحاد الكوره ان ممنوع اي حراس مرمى اجانب، انت عندك ثلاثه من احسن حراس المرمى في مصر. يعني خلينا نقول ان شريف اكرامي او محمد الشناوي او احمد عادل عبد المنعم اي واحد فيهم يقدر يلعب في اي فرقه في مصر ستاندنج نمره واحد، يلعب اساسي في اي فريق حتى بفريق الزمالك المنافس التقليدي بتاعك. فبالتالي انت عندك ثلاث حراس اقوياء جدا. ما اظنش ان انت يعني في حارس مرمى انت محتاج تجيبه من الدوري المصري. فبالتالي بتمنى لهم التوفيق، بس اهم حاجه تكون العلاقه بينهم هم الثلاثه كاحسن ما يكون. واظن من وجهه نظري ان الموسم الجاي لازم يشهد دخول الاثنين حراس المرمى التانيين. يعني لازم انا من وجهه نظري النادي الاهلي يقدر يعمل زي اوروبا ويلعب مثلا شريف اكرامي مباراه الدوري وياخد احمد الشناوي بعض المباريات في الدوري واحمد عادل عبد المنعم ياخد مباراه الكاس. يعني النادي الاهلي يقدر يعمل كده علشان يبقى الثلاثه على طول رجليهم في الملعب. صحيح. علشان ما تبقاش انت شريف اكرامي في منتخب مصر لا قدر الله اصابه لا قدر الله حاجه تبص تلاقي انت محتاج حارس مرمى من بعيد قوي. صحيح. يمكن كابتن سمير برضو وكابتن حسام اتكلم على يعني انا دايما يعني احنا بنتكلم عشان دي بدايه الموسم بقى فبنتكلم على اللعيبه وتصريحات كابتن حسام البدري على اللاعبين خصوصا اللي احنا استخدمناهم في هذا الموسم ايمن اشرف وجدته للعب في كذا مركز. يعني ايمن اشرف بيعرف يتعامل في الباك ليفت وايضا يقدر يشتغل كقلب دفاع عنده القوه الدفاعيه مميزه جدا، ولكن ايمن كابتن حسام البدري اتكلم على جزئيه تطوير اداء ايمن لنفسه في الجزء الهجومي ايضا. ف يعني حاجه مميزه جدا كابتن حسام البدري ان احنا بيتكلم ان احنا رجعنا او جبنا ايمن اشرف مره اخرى للنادي الاهلي ده جزئيه الشمال او الجبهه اليسرى بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن سمير هو طبعا ايمن اشرف مفيش شك ان هو لعيب كويس جدا وشفناه اجاد مع فرقه سموحه الفتره اللي فاتت وهو برضو ابن من ابناء النادي الاهلي. انما انا عايز اتكلم في نقطه او جزئيه مهمه جدا. انا جايب ايمن اشرف كباك شمال، عندي صبر الرحيل وعندي علي معلول وعندي حسين السيد كده، لو هو رابع هتبقى مشكله الاشرف. تمام. يعني انما لو الكابتن حسام جايبه عشان يوظفه ان هو موجود كمساك رابع بدل ما يشتري حد تاني او الدنيا قفلت معاه، ده ممكن يكون فكر كويس من الكابتن حسام ان هو ايمن اشرف بيجيد برضو لاعب مركز المساك ولعب فيه اكتر من مره مع فرقه سموحه وشفناه راح منتخب مصر اكتر من معسكر. انا شايف ان ايمن ممكن يفيدك هنا او هنا، لكن في حته الشمال انا شايف ان حته الشمال هتبقى زحمه شويه. عندك ثلاثه هو الرابع ده لو ما كانش حسين طلع اعاره زي ما بنقرا كده في السوشيال ميديا وبنشوف اخبار النادي الاهلي هتبقى مشكله لايمن اشرف. الكابتن حسام مش هيقدر، هيبقى صعب جدا ان هو يوظفه في حته باك الشمال. استاذ كابتن اروح لكريم احمد من ملعب الهدف 6 اكتوبر، يعني اكيد تفاصيل عن المباراه وتفاصيل ايضا عن التشكيل الفرقتين. اتفضل يا كريم. الأهلي
الاهلي في كل مكان مع اولى مباريات الوديه طبعا لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد. يمكن طبعا هيكون استعداد جيد ان شاء الله. الهدف هو طبعا البطوله الافريقيه مباراه الترجي اكيد في كل ذهن كل لاعب والجهاز الفني. لكن لو بكلمك على مباراه اليوم الاهلي والنصر النهارده طبعا ملعب بمشروع الهدف بيستقبل مباراه الاهلي والنصر اولى المباريات الوديه لفريق النادي الاهلي. لو ببدا معاك سريعا على التشكيل الخاص بالنادي الاهلي وفريق نادي النصر نبدا طبعا بالنادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، في الشمال صبري الرحيل، محمد نجيب، محمد هاني وباسم علي، في المنتصف عمرو بركات وعمرو السوليه، هشام محمد، احمد حمودي، وفي الهجوم مؤمن زكريا وعماد متعب. طبعا يمكن بالنسبه لتشكيل نادي النصر في حراسه المرمى محمد مصطفى، في خط الظهر من الشمال اليمين احمد السباعي رقم 13، الحسين رقم 4، محمد حجاج رقم 6، واسلام عيسى رقم 8، في المنتصف خالد رضا رقم 14، وحازم ممدوح 24، محمد القط 18، حجاج عويس 19، وليد عادل 17، وفي الهجوم محمد حسن ميدو. طبعا المباراه زي ما بنقول هتكون انطلاقه مميزه لفريق النادي الاهلي ضمن الاستعدادات. النادي الاهلي طبعا كان داخل في معسكر مغلق هنا في مشروع الهدف، في استفادات كبيره طبعا ليه الكابتن حسام البدري اللي بيحاول طبعا يبدا الموسم. عارفين طبعا الموسم خلاص بدا سريعا، النادي الاهلي عنده اولى المباريات الاهلي وطلائع الجيش. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. اكيد هيكون اعداد مميز جدا ان شاء الله لمباراه الترجي التونسي. اكيد طبعا الاجواء هنا مميزه، لعيبه النادي الاهلي طبعا زي ما بنتكلم كل المباريات سواء او رسميه هي مباراه الهدف الاول هو الفوز، وايضا الاداء المميز كما عودنا النادي الاهلي. اكيد كابتن فاروق طبعا هنا هنكون مستمرين معاك ومتابعه طبعا على الهواء مباشره مباراه الاهلي والنصر، وايضا عقب انتهاء المباراه يكون لنا لقاءات عديده مع الجهاز الفني وكل لاعبي النادي الاهلي. في هذه اللحظات بنرجع لك كابتن فاروق. كريم لو انت يعني برضو قول لي ارضيه الملعب عامله ايه؟ انا متاكد انها ارضيه واضح جدا انها مميزه ودي بتفيد كتير قوي تطبيق اي شكل خططي بالنسبه لكابتن حسام البدري. لا بالفعل يمكن هنا لا ارضيه الملعب يمكن كويسه جدا طبعا، يعني قريبه من ملعب التتش طبعا. اكيد النادي الاهلي لو ارضيه الملعب هنا فيها اي مشاكل كان اكيد هيستبعد طبعا ان هو يكون متواجد في معسكر مغلق هنا في اكتوبر. لكن الملعب مميز اكيد طبعا بيريح بشكل كبير جدا سواء اللعيبه في التدريبات او في المباريات. والهدف طبعا الاساسي اللي احنا طبعا كلنا بنتمناه ان يبعد الاصابات على كل اللاعبين، بجانب كمان لعيب المنتخب الوطني اللي بنتمنى ان شاء الله ربنا يوفقهم طبعا في مباراه مصر واوغندا ويرجعوا كمان للنادي الاهلي بدون اصابات. دي حاجه مهمه جدا طبعا للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده مشوار كبير هيبدا ان شاء الله بمباراه الترجي. لكن باكد لك هنا ملعب المباراه ورديه الملعب مميزه ان شاء الله تساعد بشكل كبير النهارده النادي الاهلي يؤدي اداء رائع وايضا نتيجه مميزه. طيب كريم لو انت تقول لي يعني هو كل اللاعبين على دكه البدلاء اللي هم طبعا في لاعبين اساسيين، الباقي بقى باقي الفريق اللي موجود مع كابتن حسام البدري اللي بيقوم بفتره الاعداد حاليا موجودين كلهم على دكه البدلاء ولا كابتن حسام مريح بعض الناس او اتمرنوا قبل المباراه؟ يمكن الوحيد اللي بيتدرب امامي هو جونيور اجاي اللي اتدرب ايضا كمان منفردا امس في تدريبات مع الكابتن محمد ابو علي. لكن لو بذكر لك طبعا بالنسبه لي الاحتياطي للنادي الاهلي ميدو جابر واحمد حمدي واسلام محارب وكريم ندفد واكرم توفيق واحمد ياسر ريان واحمد ناصر بيكم، يمكن هم دول المتواجدين امامي على دكه البدلاء بالنسبه لمباراه الاهلي والنصر. لكن بقول لك يمكن اللاعب الوحيد اللي بيتدرب حتى هذه اللحظه قدامي جونيور اجاي اللي اتدرب امس في تدريبات منفرده طبعا عقب انتهاء الراحه اللي كان واخدها من الجهاز الفني للنادي الاهلي. شكرك يا كريم، متابعين معاك طبعا باستمرار اي جديد في هذه المباراه سواء بقى قبل المباراه او بعد المباراه ان شاء الله هنكون معاك ولقاءاتنا ان شاء الله دايما مستمره من خلال قناه الاهلي. اشكرك كريم. كابتن سمير خليني اكلمك، يمكن ما زلنا كنا بنتكلم على ايمن اشرف وجوده، ولكن خليني اقول التشكيل مره ثانيه بالنسبه للفرقتين في حراس المرمى بالنسبه للنادي الاهلي. محمد الشناوي، خط الدفاع باسم علي من يمين نجيب وصبر رحيل، خط الوسط عمرو السوليه وهشام محمد وعمرو بركات احمد المحمدي، خط الهجوم عماد متعب ومؤمن زكريا. ده تشكيل فريق النادي الاهلي، تشكيل احمد حمودي صح، يبقى خط الوسط عمرو السوليه وهشام محمد عمرو بركات واحمد حمودي. ان شاء الله عشان احنا بس بنفكر في منتخبنا الوطني، ولكن طبعا النهارده النادي الاهلي. تشكيل فريق النصر، محمد مصطفى في حراس المرمى، قلبي الدفاع حسين حسيني ومحمد حجاج، ظهير ايمن اسلام عيسى، ظهير ايسر احمد السباعي، خط الوسط خالد رضا حازم ممدوح، جناح ايمن محمود ربيع القط و بيتقال عليه روبن يعني في فريق النصر، جناح ايسر وليد عادل، الهجوم حجاج محمد، وطبعا محمد حسن ميدو هداف الفريق. هذا من خلال طبعا وجوده في الدرجه الثانيه يمكن احرز هذا اللعيب محمد حسن ميدو 10 اهداف وهداف الممتاز برصيد 109 هدف من وجوده طبعا مع فريق النصر.
ده كابتن تشكيل فرقتين، تشكيل الاهلي انا قلت لحضراتكم طبعا وجود باسم علي ومحمد هاني في قلب الدفاع ومحمد شناوي طبعا كحراس المرمى. يمكن مش عارفين بقى هل باسم علي هيبقى يمين ومحمد هاني تجربه مره اخرى لجزئيه سيرد باك. طبعا باينه ان باسم علي هو اللي هيكون باك رايت ومحمد هاني في تجربه جديده ان هو هيكون سيرد باك، سيرد باك ناحيه اليمين. انا يهمني قوي مركز السيرد باك عشان نفهم برضو الساده المشاهدين، السيرد باكين دول واحد بيلعب ناحيه اليمين واحد بيلعب ناحيه الشمال، لان النادي الاهلي بيلعب مناطق ما بيلعبش مان تو مان. هي مشكله غياب حجازي ايه؟ ان حجازي بيلعب سيرد باك ناحيه الشمال فبيغطي على علي معلول. المشكله ان اغلب اللعيبه اللي كانت بتلعب مع حجازي هتلاقي سعد بيلعب يمين، رامي بيلعب يمين، ساعات لما كان بيجي نجيب بيلعب يمين. المشكله بقى ان المكان ده هو الوحيد اللي بيلعب فيه نجيب، نجيب اللي بيقدر يأدي الحته دي، عشان كده هتلاقي نجيب النهارده مايل على صبر رحيل ومحمد هاني مايل على باسم علي. لكن يهمني جدا ثلاثي خط الوسط، هل الكابتن هيلعب النهارده 4 3 3؟ هل هنشوف السوليه وعلى يمينه هشام محمد وعلى شماله عمرو بركات وقدام احمد حمودي ناحيه اليمين ومؤمن زكريا ناحيه الشمال وعماد متعب؟ هل هنشوف طريقه 4 3 3 النهارده ولا عمرو بركات هو اللي بيلعب المكان بتاع عبد الله السعيد والطريقه لسه زي ما هي 4 2 3 1؟ ده اللي هنشوف. هنشوف المهام اللي مديها الكابتن حسام البدري، هنشوف الكابتن حسام البدري عايز اللعيبه تنفذ ازاي، هنشوف اذا حتى الاهلي لعب 4 2 3 1 مين اللي ثابت ومين اللي متحرك. هل السوليه هو اللي هياخد دور حسام عاشور ويثبت ويسيب لهشام محمد حته التقدم لقدام ولا العكس؟ كل دي حاجات هيتفرج. التشكيل بتاع النهارده كابتن وليد بدايته كده وبدايه الموسم، في انطباع ممكن يجي من خلال هذا التشكيل بالنسبه لفريق النادي الاهلي الموسم القادم؟ انا يعني لو احنا شفنا على ارضيه الملعب انها ممكن تكون 4 3 3 طبعا نقطه يعني تحول جوهري في تكتيك النادي الاهلي، وهيبان لو كابتن عايز يلعب 4 3 3 هنشوف بقى المهام الوظيفيه لكل مركز. فدي نقطه طبعا مهمه جدا. احمد حمودي ومؤمن زكريا وعماد متعب بيحافظوا على مراكزهم، ثلاثه بيلعبوا في نفس المكان، لكن اتاخد المكان بتاع عبد الله السعيد وصالح جمعه من التشكيل. هل عمرو بركات بيلعب في الحته دي ولا لا؟ ده اللي هنشوفه فعلا في الملعب. كابتن سمير، يعني حضرتك يعني التشكيل برضو الانطباع بالنسبه لحضرتك على تشكيل النادي الاهلي النهارده وبدايه المباريات الوديه بالنسبه للموسم القادم استعدادا للموسم القادم ان شاء الله؟ لا، احنا شايفين قدامنا طبعا تشكيل قوي، يعني انا شايف عناصر برضو قويه داخله التيم. عندك عوده عمرو بركات وحمودي واول مباراه لهشام محمد بالاضافه طبعا للسوليه، يعني عندك خط الوسط قوي جدا تقدر تشكل عليه زي ما انت عايز، تعدل الطريقه. الكابتن حسام ممكن يلعب باربعه ورا زي ما هم طبعا تشكيل جاي لنا، باسم ناحيه اليمين وفي صبر ناحيه الشمال واثنين مساكين محمد هاني ومحمد نجيب، دول طبعا المدافعين طبعا ما فيش خلاف عليهم. انما الطريقه اللي هي في نص الملعب ان هو ممكن الكابتن حسام يعدلها، ممكن يلعب 4 3 3، ممكن يلعب 4 4 2 على حسب ما احنا جاي لنا كده. طبعا ممكن يعمل كثافه عدديه عشان النهارده في لعيبه كتيره جدا في وسط الملعب، ممكن يكون مش عايز يقعد حد، عايز يدي الناس كلها عشان يشوف الناس كلها برضه. انما ممكن هو كابتن حسام يعمل حاجه تانية، يلعب بثلاثه في نص الملعب بعمرو السوليه وهشام محمد وعمرو بركات، ويسيب حمودي يتقدم مع مؤمن زكريا وعماد متعب يبقوا ثلاث فراوده. دي برضو فكر تاني من الكابتن حسام، ان هو طبعا انا دلوقتي وعايز يدي الناس كلها، فدي فرصه مباراه وديه ان هو يشوف الناس كلها. ممكن يحتاج ناس منهم مباراه الترجي ان شاء الله بعد عوده الدوليين، تبقى فرصه كبيره للناس اللي متواجده النهارده لا قدر الله في اصابات في حاجه، فالماتشات الوديه دي بتبقى فيها افاده كويس جدا، خصوصا في بدايه الدوري ان هو بيبقى فيه التجانس اللي كابتن حسام البدري بيعتمد عليه من اول السنه. وانا شايف ان التشكيله يعني فيها تناسق جدا وفيها لعيبه مهاريين، عندك احمد حمودي وعندك عمرو بركات ومؤمن زكريا طبعا وعماد متعب في الهجوم، فانا شايف ان التشكيله يعني معظمها هجوم. طب انا عايز اكلمك على جزئيه عماد متعب ووجوده النهارده في اولى المباريات الوديه وهو لاعب اساسي في التشكيل، بتدي انطباع برضه كابتن سمير ولا الامور ايه بالنسبه لكابتن حسين؟ لا، هي ثقه لعماد، يكتسب الثقه، وكلنا لعبنا بالماتشات دي، ولما بعاد عن المستوى الفني والبدني الماتشات الوديه بتعوضنا وبتجيبنا بسرعه ان احنا نبقى متواجدين ونقدر ان احنا نكتسب الثقه من جديد.
وكلنا لعبنا كده وكلنا مرينا بالظروف دي. فعماد هو لعيب كبير، هو مش محتاج ان مش محطوط تحت بدايه جديده. يعني انا ده وجهه نظري، بدايه جديده يعني لعماد في الملعب. انا شايف ان المباراه مفيده لعماد جدا. كابتن حسام بيديله الثقه ويقدر ان هو يرجع نفسه تاني، محتاج ان هو يعود بدنيا اكتر من كده. لكن عماد لعيب كبير، وطبعا فرصته النهارده ان هو يلعب مش تحت ضغط، انما يكتسب الثقه ويكتسب اللياقه البدنيه عشان ممكن الكابتن حسام البدري يحتاجه في اي وضع. وعماد طبعا بيتعامل مع المواقف دي كويس جدا يعني. طيب كابتن، يمكن حضرتك اتكلمت على جزئيه عبد الله السعيد وان هي المكان الى حد ما لازم يبقى فيه عمليه خلق طبعا. طريقه تقدر لو في حاله عبد الله السعيد، لكن طبعا. الحمد لله احنا طلعنا لنا حد كويس دلوقتي صالح جمعه يعني، وصالح برضو يعني وصالح برضو بيجي من تحت اكتر، وصالح بيجي يعني من تحت برضو صالح اداء مختلف عن عبد الله. مظبوط، عبد الله يقدر يلعب وظهره للمرمى سهل، يقدر يلعب اللمسه واحده ويقدر يلعب لمسه ولعبه، ويقدر يتحرك على طول ما بين الفراغات اللي في الفريق المنافس ما بين السردباكات ونص الملعب. لكن صالح لا، اداء مختلف. صالح يجي بوشه احسن، صالح عايز يبتدي من الديفندر اللي في نص الملعب ويجي لك بوشه يبقى شايف الملعب، يقدر يحط باص طويل، يحط باص صغير، لكن ادائهم مختلف عن بعض تماما. صحيح يا كابتن. يمكن وجود حمودي بقى كابتن ومؤمن زكريا النهارده، انت بترشح ان هم يبقوا اثنين تحت عماد ولا يبقوا لا على نفس اللاين لو هيلعب 4 3 طرفين ثلاثة. طرفين زي ما هم الاثنين دول ادائهم او مراكزهم ثابته، ما ينفعوش يبقوا في القلب. لا 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 لا، الاثنين عندهم سرعات، الاثنين متعودين ان هم يجوا من بره لجوه مش العكس. مش دول اللي يلعبوا من جوه لبره. يعني ممكن اقول لك ممكن يبقى صالح جمعه وعبد الله يعملوا دي في بعض الاوقات، لو انا لعبت 4 3 3 ابقى بغير شكل الملعب، ان انا احط مثلا عبد الله وصالح تحت مثلا وليد ازارو او تحت عماد متعب، يبقى ده شغل مختلف، ويبقى الثلاثه اللي في نص الملعب في منهم اثنين طرفين. يعني اقدر مثلا اكون حاطط مثلا احمد فتحي واسلام محارب، احمد فتحي واسلام محارب يروحوا على الاطراف ويلعب من جوه عبد الله وصالح. دي نقطه مختلفه تماما، مع انها 4 3 3 لكن تكتيك مختلف. انا عايز اخترق من جوه، بيعملها بشكل رائع زين الدين زيدان مع الريال. ممكن يلعبك بكريستيانو وجارس بيل متطرفين ويدخلوا من بره لجوه، وممكن يلعب باسنسيو واسكو الاثنين، يبقوا الاثنين دول تحت كريم بنزيما، يبقى ده شكل مختلف مع انها 4 3 3 هي لكن المهام مختلفه. لكن نيجي عند حمودي ومؤمن زكريا، انا بقول لك مستحيل. هتشوف حمودي على الطرف اليمين وهتشوف مؤمن زكريا على الطرف الشمال. ده من وجهه نظر اللي هيحصل. لكن القادمين من الخلف بقى ايه الوظائف بتاعتهم، هي المباراه الوديه بتبقى معموله لكده. صحيح يا كابتن. طيب خلينا نتكلم على فريق النصر كابتن سمير. فريق يعني يمكن الموسم اللي قبل الماضي كان موجود في الدوري الممتاز ونزل او صعد وبعد كده نزل لدوري الدرجه الثانيه، ولكن فريق مميز خصوصا في الدوري الممتاز. لما نشوف لعيب يكون عنده زي ميدو، محمد حسن ميدو هداف في الدوري الممتاز برصيد 109 هدف، لا تقول ان لا فريق قوي، وصعوده السنه دي كمان للدوري الممتاز دي حاجه مميزه وتجربه هتبقى مفيده ليه في بدايه برضه استعداده للدوري القادم. كابتن مفيش شك طبعا، دكتور عمر عبد الحق طبعا عامل منظومه ناجحه في نادي النصر، هو مشرف على كره القدم، مشرف على الكره. سيد عيد مدير فني، سيد عيد طبعا لعب معايا على فكره في نادي المقاولين من فتره، وهو متواجد مع فرقه النصر بقاله اكتر من 8 سنين، فهو حافظ الجو العام في النادي وعارف اللعيبه، ولعيبه امتى يعرف يبيعها وامتى يشتري لعيبه، وبيجيب لعيبه بتتاقلم على الكيمياء بتاعته يا كابتن وليد، فهو حافظ نادي النصر، فعشان كده ما يقدروش يستغنوا عنه. فتملي بينقي اللعيبه الصغيره وفيهم معظمهم لعيبه كوره، هو يعني مدرب كويس بيعرف يتعامل مع الفرقه بتاعته كويس جدا، كميته ماشيه معاهم لما فتره طويله معاهم 8 سنين يعني انا شايف ان هم ما يقدروش يستغنوا عنه خالص، فهو من المدربين الكويسين اللي بتعرف تتعامل خصوصا في الدوري الممتاز به، واحنا شايفين الفتره اللي فاتت نتائجه طبعا بتدل على ذلك، انما الوضع اختلف دلوقتي، احنا بنلعب في الدوري الممتاز، بيلعب قدام تيم النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه في خط الوسط زي خالد رضا وحازم ممدوح، طبعا من الناس اللي بتعرف تمسك كره تحت رجليها وبتعرف تتعامل مع الخصم كويس جدا، بالاضافه طبعا لمحمد حسن ميدو هداف الفريق طبعا جايب 10 اهداف، وزي ما انت ذكرت من شويه ان هو 109 هدف في الدوري الممتاز به،
ده سكور جامد جدا. طبعا طبعا. فانا شايف ان هي فرقه كويسه، فرقه شباب عندها معدلات جري كتير، متحمسين، فممكن تبقى ند قدام النادي الاهلي اول 45 دقيقه حماس شباب واللياقه البدنيه واول السنه، وكابتن سيد عيد بيحمسهم على طول. فانا شايف ان هم من الفرق الكويسه اللي هي تقدر ان هي تقدم مستوى طيب السنه دي ان شاء الله. فنشوف ماتش كويس ان شاء الله. ان شاء الله مباراه مميزه. كابتن سمير بشكرك، اكيد هنكون موجودين مع حضرتك كابتن وليد طبعا بعد او ما بين الشوطين، هنكون موجودين نقدر نحلل الشوط الاول. كابتن وليد بشكرك. شكرا. بشكركم طبعا، هنكون موجودين مع حضراتكم طبعا بعد الشوط الاول، تحليل المباراه وتحليل الشوط الاول مع حضراتكم والامور الفنيه ان شاء الله بشكل كبير مع نجوم مصر كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمال. مكملين مع حضراتكم تغطيتنا الحصريه لمباراه المباراه الوديه الخاصه للنادي الاهلي ونادي النصر. اكيد مباراه حتى الان التعادل السلبي 0-0 في الشوط الاول. طبعا كنا نتمنى ان يبقى الاداء مختلف، لكن طبعا هو دي المباريات بدايه الموسم، ده وضع طبيعي، انت بتجرب لاعبين بتجرب طرق لعب، ده الوضع الطبيعي للمباريات الوديه في خلال طبعا فتره الاعداد. كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونه طبعا ما زالوا معانا في الاستوديو للتعليق والتحليل لهذه المباراه. كابتن وليد، يمكن شوط اول زي ما احنا شايفين التشكيل، وتوقعت حتى كابتن وليد ان يبقى في طريقه مختلفه للعب، هل ده حدث فعلا في الشوط الاول ولا لا؟ كابتن محافظ على 4-2-3-1، لسه ما غيرش في التكتيك. احنا قلنا ان ممكن يكون الثلاثه عمرو السوليه وهشام محمد وعمرو بركات يكونوا واخدين مهام اللي هم الثلاثه في نص الملعب، لكن ده لا مش موجود. موجود 4-2-3-1، عمرو بركات هو اللي بيلعب مكان عبد الله السعيد. المشكله ان عمرو لسه واضح انه ما وصلش لفورمه المباريات، ففي بطء عنده شويه، في تقل. المكان ده كمان يا كابتن فاروق محتاج جدا ان انت تكون سريع في التفكير وسريع في التنفيذ. يعني لو روحنا مثلا لعبد الله السعيد او لصالح جمعه في المكان ده، هم مش سرعه حركيه، يعني مثلا مؤمن اسرع منهم، حمودي اسرع، وليد سليمان اسرع، لكن عبد الله السعيد وصالح عندهم سرعه في التفكير والتنفيذ. عمرو بركات النهارده بيلعبها بشكل يعني ايه، في بطء شويه، ممكن يكون لسه ما وصلش للفورمه بتاعته، لكن الكابتن بيلعب 4-2-3-1 زي ما بقولك، حاطط حمودي اللي احنا شايفينه على طرف الملعب اليمين، مؤمن زكريا على طرف الملعب الشمال، عمرو بركات في قلبهم، لكن ما قدرش يمون عماد متعب بكرات تبقى سهله، ما قدرش يعمل هجمات على مرمى نادي النصر. كمان في مشكله في الاثنين الديفندرين، يعني هشام وعمرو السوليه لسه طبعا لسه كل ده احنا في الاول ولسه التجانس قليل شويه، لكن الاثنين بيروحوا ورا الكوره وبيسيبوا المكان الثاني فاضي. في نفس الوقت كابتن حسام مخلي هشام محمد هو اللي يثبت، وعمرو السوليه هو اللي بيزيد وبيرد، فلسه محافظ على الطريقه 4-2-3-1. في لعيبه حالتها كويسه على فكره، في لعيبه احنا لسه في بدايه الموسم، وفي لعيبه يعني باسم حالته كويسه، حمودي حالته كويسه، محمد هاني ونجيب حالتهم كويسه، عمرو السوليه حالته كويسه قوي في الناحيه الدفاعيه تحديدا، مؤمن برده مش بعيد، دي واحده متعب خد قرار الشوط، لكن هو لو باصه ناحيه اليمين ممكن برده تبقى خطيره او يحطها بين الثلاث خشبات، لكن ماشي. النادي الاهلي مقدم شوط على المستوى البدني كويس، على مستوى الالتحامات، عايز بس من حكم المباراه انا مش عارف اسمه ايه، يعني عايزين نجيب حكم المباراه بيصفر كتير قوي، انا عايزه يسيب شويه للالتحامات البدنيه، يعني مش كل كوره صفاره، احنا لسه في اول الموسم ورايحين افريقيا وعايزين يبقى فيه الجانب الاحتكاك يبقى اقوى من كده موجود باستمرار. كابتن وليد، كابتن سمير، من خلال برضو رؤيتك للشوط الاول، ايه اللي بيحاول كابتن حسام البدري يطبقه من في الشكل الخططي او يطبقه من خلال وجود اللاعبين وتشكيله اللاعبين الحاليه في الملعب في هذا الشوط بالذات؟ لا هو شوط فوق المتوسط شويه من جانب النادي الاهلي. احنا شفنا في استحواذ وفي طرق لعب كابتن حسام بيعتمد عليها، هي الطريقه زي ما اتكلمنا،
4-2-3-1، بعض الاحيان بتتقلب 4-3-3 على حسب ظروف اللعب والهجمات. انما طبعا الكابتن حسام بيستفيد من كل لعيب للمستقبل، والطريقه طبعا ما اتغيرتش زي ما احنا اتكلمنا من شويه. انما انا عايز اتكلم برضو في حاجه، ان النادي الاهلي دي برضو تجربه، الماتشات الوديه لازم يشوف الكابتن حسام كل لعيب وقف لحد فين ومستوى الفني والبدني. الفتره المصغره اللي اتعملت من اسبوعين ثلاثه قدر ان هو يقدر يعمل طبعا فتره اعداد مصغره، واللعيبه كلها طبعا كانت فت، والنهارده بيعمل مباراه قدام نادي النصر عشان يشوف اللعيبه كلها. اللعيبه كلها طبعا مش هتظهر من اول مباراه فنيا وبدنيا وكل الامور اللي بتخص طبعا الفرقه والشغل التكتيك اللي كابتن حسام بيعتمد عليه. انما طبعا مباراه مفيده، التحامات زي ما اتكلمنا من شويه، كور العاليه، الاستحواذ، الباص كتير، الشوط على الجون، الفرص النهارده ما كانتش كتيره. انما طبعا عشان خاطر انت بتلعب فرقه طبعا زي فرقه نادي النصر متعوده ان هي بيبقى في تكتل دفاعي وطبعا زياده عدديه في نص الملعب، فبتحس ان الملعب مخنوق، ما تاخدش راحتك كويس في الهجمات او الانطلاقات. احنا شفنا حمودي الوحيد هو اللي كان متالق، احنا شايفينه هو ناحيه اليمين، كابتن حسام مديله مساحه ان هو يتحرك ناحيه اليمين، واضح ان هو فت وابتدى يعمل كرات عرضيه. دي كره بتاعت عماد متعب ما تعملش بيها كويس، كان ممكن وليد ياخدها من مره واحده. انما في شغل من الطرفين عند عن طريق حمودي، والناحيه الثانيه لمؤمن، ووجود طبعا عماد متعب جاله اكتر من فرصه. انما التجربه مفيده، ما فيش شك ان شاف هشام محمد النهارده مع السوليه يقدر ان هو يعتمد عليه الفتره اللي جايه، شاف بركات بيربط مع عماد متعب ومؤمن وحمودي يعني من النواحي الهجوميه. الماتشات الوديه طبعا مش عايزين نقيم اللعيبه فيها، الماتشات الوديه هي كل اللي احنا بنقول عليه ان بنحضر اللعيبه للموسم الجديد، بنستفيد من بعض اللاعبين ان احنا نقدر نستفيد منهم مباراه الترجي. فما فيش شك ان هي مباراه طبعا مفيده. لو اتكلمنا عن فرقه النصر، اول 45 دقيقه هو النادي الاهلي كان الافضل في حيث الاستحواذ ونقل الكره اسرع شويه من فرقه النصر. فرقه النصر عندها بطء شويه، ما عندهاش رشاقه ومرونه يعني كويسه، انما هم عندهم السباعي الظهير الايسر بيعتمد على الكرات العرضيه والشوط من بره 18، عندهم لعيب اسمه حجاج محمد رقم 19 في نص الملعب يعني مهاري شويه وبيقدر ان هو يعمل ربط ما بينه وبين ميدو الفرويد. يعني الفرقه اثرت على اداء النادي الاهلي بالتكتل الدفاعي اللي هي عاملاه والزياده العدديه، يعني بيتهيألي النادي الاهلي مش واخد راحته كويس. انما الشوط الثاني ممكن يعني قوه اللياقه بدل النادي الاهلي بتفرق من النواحي الهجوميه شويه. صحيح. الكره الخاصه لعماد متعب دي يمكن اتحسبت اوفسايد، فيها شك كابتن وليد. بس انا سؤالي بقى، يعني دايما يعني اي مدير فني بيحاول في كل مباراه وديه ان يطبق حاجه معينه كابتن، جمله معينه طبعًا. من رؤيتك كابتن وليد النهارده كابتن حسام، هل في جمل كان متفق عليها بشكل معين؟ احنا عارفين النادي الاهلي الموسم اللي فات في بعض الجمل المعينه بيشتغل عليها، هي نفس الجمل بتاعت السنه اللي فاتت بيحاول يطبقها الكابتن حسام. بص يا كابتن فاروق، الطريقه تجبرك على الجمل المعينه. صح. يعني انا بلعب 4-2-3-1 يبقى في جمل محدده بتتعمل في الملعب. يعني في هجمه اللي عمرو السوليه فنشها على المرمى، يعني دي لو يجيبوها لنا تاني نموذج للي كان بيحصل السنه اللي فاتت بالظبط. مؤمن زكريا استلم الكره وحطها لعمرو بركات ناحيه الشمال، عمرو رفعها نزلت لعماد متعب وحمودي، حمودي حطها ايوه متهيألي هي دي. بص التحرك رائع، اقف 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 هنا اقف هنا. بص مؤمن كان ناحيه الشمال وعمرو بركات كان المكان اللي هو فيه عبد الله السعيد. ايوه كمل، ارجع كمان عشان ناكد عليه. ايوه كمان بس هنا حصل سويتش، بيلعب صبر رحيل الكره، كمل بقى مؤمن دخل لجوه وعمرو بركات راعى الطرف. كمل بيه احمد يلا. هنا مؤمن استلم على طول راح حاططها لعمرو بركات، كمل بقى الهجمه اوريك اللي احنا ايه بنتكلم عليه بالظبط. عمرو بركات راح هناك ومؤمن دخل في القلب وعماد متعب كراس حربه، ومين اللي مكمل؟ حمودي. نزلت لحمودي لما عمل ايه؟ اقف. ايوه اقف بقى هنا، كمل سنه بس فريم كمان. السوليه موجود بس مين ده؟ عمرو السوليه. احطها فين؟ ببطن رجلي في اي حته في الجول. جول. لكن كمل. بص عمرو عمل ايه؟ لسه طبعا في اول موسم، لكن دايما كان مستر مانويل جوزيه يقول لنا الكوره
اللي جايه منها الزاويه حطها في بطن رجلي كده على عكس اتجاه دي نموذج للي كان بيحصل السنه اللي فاتت. واحد بيرفع اللي هو عمرو بركات، مؤمن داخل على القريبه، عماد متعب في النص، حمودي على البعيده، بيلم حمودي بيلاقي اللي جاي من تحت، واحنا اكدنا ان هشام محمد هو اللي واقف وعمرو السوليه هو اللي بيزيد. صحيح. ودي باينه في الجمله دي واضحه جدا، في الجمله دي كانت تنتهي بهدف، لكن لسه طبعاً لسه دلوقتي النص الاحساس، فده اللي بيتنفذ. طب يعني كويس. دي جمل يعني طبعا لازم ناخد بالنا من ممكن الكابتن حسام البدري يشتغل عليه برضو. هل في جمل جديده بتنضاف للشكل الخططي اللي انت بتلعب عليه كنادي اهلي؟ لان انت كنادي كبير كابتن وليد كابتن سمير، انت محتاج تنوع هجومي في الجزء او تنوع في الجمل عشان تقدر تخترق دفاعات. ما اتفضل هنا الجمله الحاله دي انا طلبتها بس عشان اقول حاجه تكتيكيه. صبر رحيل بيقول للعيبه يا جماعه لما تروحوا الكرة تكون هناك ما تروحوش تندفعوا وتسيبوني انا لوحدي، يعني في التغطية. يعني عندك عمرو السولية وهشام، الحتة اللي احنا قلناها ان لما الكرة بتكون هناك صبري بص يعني بعد ما نمشي شوية هتلاقيه بيقول لهم يا جماعة اما تيجوا تميلوا ما تميلوش قوي هناك وتسيبوا الراجل ده فاضي في مساحة. فدي بتبين ان برضو ايه لسه شوية الترحيل، يعني هل بقى عمرو بركات اللي يقفل المكان ده ولا هل هشام محمد لما يروح يكون السولية هو اللي مغطي وراء صبر رحيل؟ طيب كابتن سمير، التغييرات اللي ممكن تبقى موجوده في الشوط الثاني كابتن حسام يشتغل؟ انت عندك زي ما اتكلمنا من اول السنه النادي الاهلي بيمتلك دكه بدلاء على اعلى مستوى. انت عندك نيدفيد وعندك بيكهام واكرم توفيق، فبالتالي كابتن حسام النهارده ممكن بالتالي التغييرات مفتوحه، ممكن يشوف النهارده اكتر من 5 6 لعيبه من الناس اللي موجوده ويقدر ان هو يديها فرصه عشان تبقى برضو واخده حساسيه الماتشات الوديه وتقدر ان هي تاخد ماتشات وتقدر تخش الفرقه اسرع من كده. عندك زي ما اتكلمنا يمكن في نص الملعب ممكن يدي نيدفيد، وعندك اكرم توفيق مكان على حساب هشام محمد والسوليه. طيب يعني اكيد هنكمل مع حضراتكم كابتن وليد كابتن سمير للشوط الثاني والشكل التحليلي للشوط الثاني. اتمنى طبعا يبقى الوضع يبقى فيه اهداف، لان المباراه الوديه من غير اهداف او المباراه بشكل عام من غير اهداف بيبقى ملهاش طعم. اكيد هنكون معاكم بعد الشوط الثاني وتحليل ايضا للمباراه بشكل كامل وشكل عام لهذه المباراه. فاصل ونرجع نكمل مع المباراه ان شاء الله. أولى مبارياته الودية فوز الأهلي على النصر 2-0، يمكن أكيد طبعا بداية موفقة في المباريات الودية، يا رب يكون ده بداية تكون قوية للنادي الأهلي. مباراته الودية لكن طبعا مهمة جدا، النادي الأهلي أحرز الأهداف أحمد ياسر في الدقيقة 50 ثم يضيف الهدف الثاني أيضا أحمد ياسر لاعب ناشئ في النادي الأهلي وأعتقد من اللعيبة المميزة اللي احنا شفناها قبل كده ممكن السنة اللي فاتت بشكل مميز، أيضا السنة دي بيثبت أنه من اللعيبة المميزة. في الدقيقة 63 يحرز الهدف الثاني أحمد ياسر، يعني يبقى كده أحمد حرز هدفين النهاردة، حاجة جميلة جدا. هروح سريعا ليه كريم احمد زميلنا من ملعب المباراه بمشروع الهدف، هيقول لنا طبعا تفاصيل اليوم النهارده والنتيجه كانت رد فعلها ايه على اللاعبين والتجربه نفسها كانت شكلها عامل ازاي. اتفضل يا كريم. كابتن فاروق طبعا مستمرين معاك هنا من مشروع الهدف. طبعا مباراه مهمه زي ما بنتكلم لفريق النادي الاهلي كاولى المباريات، استعدادات ان شاء الله تكون مهمه للموسم الجديد، وايضا مباراه الترجي طبعا اللي بنتكلم عليها بشكل كبير. النادي الاهلي عنده قبل مباراه الترجي زي ما احنا عارفين مباراه طلائع الجيش، اول مباراه في الموسم الجديد، لكن النهارده مباراه اكيد فيها استفادات كبيره. النهارده يمكن ظهر بشكل رائع جدا احمد ياسر ريان احد النجوم الصاعده ان شاء الله اللي ليه مستقبل كبير جدا. النهارده نزل الشوط الثاني كان ليه تاثير واشاد بيه بشكل كبير جدا الكابتن حسام البدري المدير الفني وايضا الكابتن احمد ايوب. كمان يمكن بعض اللعيبه اللي خرجت من المباراه سواء في الشوط الاول او الثاني كانوا بيقوموا ايضا ببعض التدريبات مع الكابتن محمد ابو العيله وكابتن انيس الشعلالي. مباراه فيها استفادات كتيره النهارده الكل كان بيشارك، اولى المباريات النهارده زي ما بنقول مباراه وديه، النادي الاهلي بيحاول طبعا يكثف الاستعدادات الخاصه ليه سواء بطوله الدوري او مباراه الترجي اللي هامه جدا، وكل جمهور النادي الاهلي وكل مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في انتظار لهذه المباراه، واكيد كلنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاهلي والترجي. اكلمك كمان
على بعض المعلومات. يمكن غدا ان شاء الله على ملعب التتش هيستأنف النادي الاهلي تدريباته بعد طبعا فتره هنا في معسكر في بمشروع الهدف ب 6 اكتوبر. النادي الاهلي كان بيتدرب بشكل يومي على فترتين زي ما احنا عارفين، لكن غدا ان شاء الله اول المران او اول التدريبات على ملعب التتش من جديد في الساعه 5 مساء. واكيد طبعا الكابتن حسام البدري من بعد العيد ان شاء الله يكون او يوم الجمعه نقدر نقول ان الكابتن حسام هيدي راحه كاول يوم في اعياد طبعا عيد الاضحى، واكيد يوم السبت يكون تدريب الاول للنادي الاهلي. اكيد هنا يمكن طبعا المباراه كابتن حسام البدري الجهاز الفني راضي بشكل كبير جدا على الاداء، زي ما بنقول طبعا ان كل اللاعبين النهارده اشتركوا وشاركوا. الكابتن حاول طبعا كابتن حسام حاول يطمن بشكل كبير على كل اللاعبين، وده المطلوب طبعا زي ما انت عارف يا كابتن فاروق من المباريات الوديه. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله، مباراه مهمه اكيد مباراه طلائع الجيش، اول مباراه في بطوله الدوري العام للموسم الجديد، وكلنا اكيد بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. بكده يمكن خلاص انتهت، يمكن اللعيبه طبعا بتغادر او غادرت خلاص ارض الملعب، ويكون انتهى النهارده المباراه، مباراه الاهلي والنصر بفوز النادي الاهلي 2-0. كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي في مبارياته سواء في بطوله الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا مبروك للنادي الاهلي، مباراه وديه، فالنهارده كابتن حسام بدري بيجرب بشكل ما اللاعبين، بيجرب الخطط، بيجرب الجمل التكتيكيه اللي ممكن يعتمد عليها في الموسم القادم ان شاء الله، خصوصا زي ما قال كريم كده عندنا مباريات زي طلع الجيش عفوا، عندنا مباراه الترجي، دي كلها مباريات احنا داخلين لها في وقت قصير وفتره اعداد زي ما بنقول المصغره. واشكرك كريم احمد طبعا مراسلنا من ملعب الهدف. كابتن وليد برحب بيك. كابتن سمير احمد ياسر ريان لاعب مميز، لاعب ناشئ كنا بنتكلم عليه، وكابتن سمير كان بيتكلم عليه، وحضرتك كنت اتكلمت عليه كمان الموسم الماضي يا كابتن، ان هو واحد من اللاعبين المميزين اللي هيبقى اضافه للقوه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي. بعض الجمهور يا كابتن يعني عشان قبل ما اخش في الماتش وكده بيسال، طب ما احنا عندنا لعيبه مميزه ليه بنروح نشتري من بره؟ ما هو ده اللي احنا قلناه قبل الاستوديو. يعني مبروك طبعا النادي الاهلي، هارد لك فريق النصر، بس احنا قبل الاستوديو اكدنا ان النادي الاهلي ممكن ما يبقاش محتاج مهاجم. ليه مش محتاج مهاجم؟ لان هو عنده اوريدي وفره من المهاجمين. يعني انت جايب وليد ازارو النجم المغربي بيضم ما بين الخبره واللياقه البدنيه العاليه والاداء الفني الرائع، فده هيبقى غالبا نمره واحد. بعد كده انت عندك اجايه بيلعب نفس المكان، عندك احمد ياسر ريان. على فكره الهدف ده عالمي. جميل يا كابتن. عالمي. جميل. عالمي ليه؟ لان هو من قبل ما حمودي يرفع، بص الانتقاء في كادر معين هيبين ان احمد ياسر ريان واخد القرار. بص بص ايوه هو ده الكادر، ارجع بقى، ارجع 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 كمان 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 كمان. بس بص هو بدا يرتقي امتى؟ والكوره فوق الناس كلها. هو عنده تايمنج كويس، عنده طبعا توقيت هايل، عنده دقه، عنده ارتقاء، شايف مفتح عينيه حاططها في زاويه كل حاجه. فانت النهارده انا عندي خامه زي دي، ولد موهوب وكده، لكن ما يقدرش كابتن حسام يلعبه على طول او يلعبه من الاول، لكن انا لازم اوجد له مكان. هي دي بقى النقطه. انا لو جبت مهاجم افريقي هيقفل على ايوه بص الكادر ده حاجه يعني. انا مرنت احمد وكابتن سمير كمونة مرنه، وكلنا يعني عدى علينا في قطاع الناشئين. انا كنت خدته وهو صغير قوي 10 سنين تقريبا او 11 سنه في الناشئين النادي الاهلي، دربته مع كابتن امين عرابي وكابتن هشام حنفي وكابتن محمد عماره. بعد كده كابتن سمير كمونة كان معاه السنه اللي فاتت وهو كبير، واداله طبعا حاجات كتير قوي. بس هي الفكره ان انا لو وليد ازارو نمره واحد واجانيه نمره اثنين، وبعدين عندي عماد متعب وعندي مروان محسن ربنا يرجعه بالسلامه، هو قرب جدا مروان انه يدخل في التيم، وعندي احمد ياسر ريان، فعندي خمس مهاجمين. الراجل ده لو انا كمان جبت واحد سادس، الراجل ده هتبقى فرصته تكاد تكون منعدمه. لكن دلوقتي في ظل ان ممكن لسه مروان ما رجعش، ممكن عماد بياخد بعض الاوقات، هيبقى مفيش غير وليد ازارو واجاييه، وهو يبقى الثالث لو دخل بقوه. التوقيت كمان يا كابتن مهم جدا انك تشرك لاعب ناشئ في مباراه تكون يبان فيها. طب ده مهم جدا، وهو ده المطالب بيه كابتن حسام بدري انه يطلع لاعب زي ده. وهو ده احنا قلنا بص ده الهدف الثاني برضو. يعني وان كان طبعا فريق النصر اخطاء دفاعيه كارثيه، لان ما ينفعش كره بالعرض يبقى الراجل هنا في البنالتي اريا لوحده خالص محدش مغطي، لكن في الاخر هو اتصرف ازاي؟ هو اتصرف كويس قوي. الهدف الاولاني ارتقاء بالراس، هنا حسين بيحطها له، الراجل حس ان هو لوحده سند وراح حاطط بشماله، فيها اداء مهاري ولمحه فنيه، لعيب مميز وخامه كويسه. ممكن ياخد، ممكن ياخد على فترات برضه عشان الناس ما تفهمش غلط، احنا مش اول ما جاب جونين بنقول ان هو يلعب اساسي. خدوا بالكم افهموا الكلام، الناشئ هيظل ناشئ، الخبره دايما في المباريات الكبيره وفي مباريات الدوري اهم. لكن انا لما بيبقى لعيب بيدي رساله وبيحط
بصمة انا لازم انا كمان برضو اديله تديله صحيح. اديله ازاي وهو مثلا العدد 6-7 مهاجمين هيبقى صعب لكن اديله والعدد مثلا 3-4 ممكن ادخله احتياطي يلعب ربع ساعة يلعب 10 دقايق يبتدي مثلا الظروف تخدمه هو يخدم نفسه ويساعد الكابتن حسام البدري ان هو يديله بسرعة لان في حاجة اسمها مدى تطور اللاعب. انا في لعيب بيتطور على مدار سنتين وفي لعيب على سنة وفي لعيب على 6 شهور وفي لعيب ماتشين 3 تلاقيه عالي جدا. فهل احمد ياسر من انهي نوعيه؟ هل كل ما هياخد هيعمل كده؟ هل كل ما هياخد هيبقى بالتالق ده؟ يبقى ثبات المستوى والتطور فيه ده مهم جدا. عامه كابتن ياسر ريان يعني ايه رامينا واحمد ياسر مره وهاب مره وإهاب مش عايز يسيبنا كابتن ياسر ريان خالص عنا بس طبعا لعيبه مميزه سواء احمد او ايهاب يعني. كابتن سمير الى حد ما كابتن بعد عماد فبالتالي لان احنا قلنا انت عملت في حراسه المرمى عدم استقدام اجانب لكن في الراس حربة أغلب فرق مصر المهاجم الأول والأساسي أجنبي فبالتالي أنت بيبقى فرصة المصري ضعيفة جدا. أنت النهاردة النادي الأهلي كان عندك إيفونا وبعدين كوليبالي وبعدين أجاييه نادي الزمالك مايوكا النادي الاتحاد السكندري كابونكو كاسونجو الإسماعيلي كالديرون اللي مش عارف المقصة أنا أبوكو وبعدين جون أنتوني أنت مش مدي فرصة للمهاجمين المصريين علشان يظهروا فهي المسألة الله يكون في عونهم ده أنا بكلمك على إيه على 3-4-5 فرق اللي في مقدمة الدوري المصري فما بالك أسوان كان بيلعب 3-4 كلهم أفارقة فأنت الناشئ المهاجم المصري بقت فرصته ضعيفة جدا لأن أنت تعالى بص روح لأي نادي وقول له عندك 4 صفقات هتجيبهم إيه هيقولك هجيبهم في الجزء اللي قدام وكلهم افارقة صحيح كابتن حتى يعني الواحد انتقل من يعني بعد النادي الاهلي لكذا نادي وحضرتك تتذكر كل تفكير المدير الفني هو ان انا اجيب فيرود افريقي أيوة. يا افريقي يا عم والله العظيم من برضه اللعيبه المصريين والفراوده بيبقوا فاهمينك اكتر وممكن كمان نبقى زي ما بنقول ايه ساعات بيجي لعيب في شنك كده كابتن بيبقى على السداية زي الفل صح. وتيجي تلاقيه وفي لعيب بس يا كابتن فاروق اللي بيبقى افريقي هو بيبقى الفيرود مركز الراس حربه وبعد كده بيستعين بيبقى فيها عملية تناسق شوية بيجيب لعيب من الشين زي ما انت طلعت وعماد متعب بالتدريج بلال وبلال وسامح حسني خصوصا كمونة الفيرويد بالذات كمونة محتاج شغل من المدربين الناشئين يعني خد بالك صناعة الفيرويد مختلفة لكن انت بتبقى عايز تجيب على الجاهز لكن احنا لو اشتغلنا في قطاع الناشئين ان الناس تشوف الموهبة من بدري يعني واحد زي احمد ياسر ريان بص عدى على كم مدرب فانت اكيد انت عملت معاه شغل كبير جدا السنه اللي فاتت اكيد في الوقفه في التحرك في بص اولا حسين رائع انه عملها على مره واحده لانه بص حسين قبل ما يلعبها راح رافع عينيه شاف ان احمد لوحده فراح حاططها من لمسه لو كان خدته كمان كانت برافو عليك خلاص برافو عليك كان الباك ليفت قطع قفل على احمد ياسر ريان فهنا حسين برده مميز فيها لكن هو علشان يستلم كده ويحطها قدامه وبعدين ينكشها برجله الشمال كل ده شغل طبعا فانت لو اشتغلت ابص حسين بص ورفع عينيه وراح عاملها لو استنى او اتاخر هتلاقي اي حد يغطي من اللعيبه الموجوده في 3 لعيبه برده لازم صدق. نضيفهم برده كابتن وليد في احمد حمدي طبعا ربنا وفقه في موضوع الاحتراف بتاعه جاله عقد من اودينيزي طبعا ده برده تحسب لقطاع الناشئين السنين اللي فاتت وفي عندك بيكام وفي طبعا نيدفيد كل اللعيبه دي من قطاع الناشئين رمضان صبحي كان من قطاع الناشئين دلوقتي في السوك سيتي ف لا في شغل في قطاع الناشئين ومواهب وناس بتحترف يعني كان انت بتصعد الدرجه الاولى وبعدين بتودي انجلترا وبعدين بتودي تريزيجيه تركيا وبلجيكا لا واضح ان في مواهب في النادي الاهلي ان شاء الله في المستقبل النادي الاهلي يقدر يستفيد منهم ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم على التغييرات يمكن على مدار المباراه اكيد كابتن حسام اكيد عامل سيناريو الشوط الاولاني هيمشي بالتشكيل الاساسي وفي الشوط الثاني تقريبا غير كل اللاعبين الفرقه كلها ما عدا تقريبا نجيب وهاني بالظبط كده الاثنين الوحيدين اللي ما اتغيروش لكن بقيه الفريق كله اتغير وده ياكد لك اللي احنا قلناه بص اللي نازل على نفس مستوى اللي طالع يعني حسين السيد وصبر رحيل الاثنين قريبين من بعض السوليه واكرم توفيق اسلام محارب وهشام ميدو جابر وحمودي احمد حمدي وعمرو بركات كريم نتفد ومؤمن زكريا احمد ياسر ريان وعماد متعب تحس زي ما اتفقنا الاهلي عنده فرقتين ابص الاثنين اللي بيبدلوا دول الاثنين بيلعبوا على نفس الطرف اليمين طيب. طب هم لوحدهم لا ده معاهم وليد سليمان طب لوحدهم لا ده معاهم احمد الشيخ بص 4-5 لعيبه في مكان واحد انت محتاج واحد بس اللي يكون موجود فبالتالي النادي الاهلي ما شاء الله عنده 3 فرق نتمنى بس الله يكون في عون الكابتن حسام البدري بصراحه
لانك لما يبقى عندك لعيبه كتير كلهم كويسين انت محتاج انك تعمل تجانس بين كل الناس وتعمل كذا طريقه وتعمل كذا تكتيك، وغير كده بقى تعاملهم نفسيا، لان اللي جاي ده كل الدكه اللي احنا شفناها قدامنا في الصوره في الشوط الاول كلهم جايين اساسيين كلهم كانوا بيلعبوا. ميدو جابر كان مكسر الدنيا في مصر مقصر، واحمد الشيخ نفس الوضع، عمرو بركات نفس الوضع، اي اكرم توفيق مع انبي كان مكسر الدنيا، هشام محمد مع المقصه، فاسلام محارب مع سموحه، ايمن اشرف، ايمن اشرف مع سموحه. انت يعني لو جبت اي اسم بيلعب في تيم النادي الاهلي هو كان اساسي في فرقته، فبالتالي محتاجين معامله نفسيه. ميدو جابر بص واحد من الناس اللي ادت مع مصر المقصه بشكل رائع، كريم نيتفت برضو واحد من ناشئي النادي الاهلي ولعيب كويس ولعيب مجتهد. انا توقعت السنه دي هيبقى ليه دور مهم جدا يا كابتن، توقع السنه دي هيبقى مختلف لنيتفت. بص هو التيم دلوقتي اكتمل بشكل كبير، انا اظن اللي هياخد الفرصه ويمسك فيها مش هينزل. هي ميزه ايه؟ ان يبقى عندك لعيبه كتير كويسه، كل واحد بيبقى مرعوب على مكانه، مرعوب على مكانه. اللي بياخد الفرصه وما بيلحقش، يعني النهارده عمرو بركات انا اظن انه هيبقى من اكتر الناس حزنا على الشوط الاول، لان الشوط بيفرق في النادي الاهلي طبعا، يعني هتاثر، هتبص تلاقي نفسك مش موجود طبعا. فدي في ملعب اللعيبه الكلام ده كله في ملعب اللعيبه، عشان كده انا شايف كام لعيب النهارده لا بيعضوا في النجيل. انا عاجبني جدا عمرو السوليه، عمرو السوليه النهارده وهو مباراه وديه وهو راجل لعيب اساسي لا بياكل الاناكل وداخل وبيفرم، هو حاسس ان هو كده ايه بقى المكان مهزوز. هتلاعب بقى عاشور وهشام محمد واسلام محارب وعندك جايب ناس، فكل واحد بيحط بصمته. صحيح يا كابتن، صحيح. كابتن سامي كنت عندك تعليق على نيدفيد كنت عايز تتكلم عليه؟ لا انت اتكلمت عليه الفتره اللي فاتت او من حلقتين تقريبا كنت معاك، وانت توقعت له ان هو هيبقى ليه دور في التشكيل الاساسي مع كابتن حسام البدري. طبعا الكابتن حسام البدري مقتنع بيه جدا، قابلته بعض الانتقادات بالسلب الفتره اللي فاتت لما كان بينزل وما بيبقاش موفق، لكن ده طبيعي جدا في كره القدم لما لعيب بياخد فرصه وبيضيع. احنا شفنا كريم بنزيما الماتش اللي فات قدام فالنسيا مضيع 8 فرص واثنين في العرض، يعني 10 فرص يعني كان يعمل ريكورد لنفسه عالمي في الدوري الاسباني. طلع حج فطلع حج عشان ربنا يكرمه يجيب جوان بقى. فانا عايز اقول لك ان نيدفيد من لعيبه كويسه، بس الـ 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 الاعلام يصبر شويه، مش لازم يدوس عليه ان هو برضو يعتبر صغير وليد في السن طبعًا. وكلنا بدانا كده وخدنا فرص وما وفقناش، وبعدين مدرب تاني من نواحي المعنويه ان هو يرجعك تاني وتتمرن كويس، فهو من اللعيبه الكويسه جدا، وان شاء الله الفتره اللي جايه زي ما اتكلمنا ان هو يبقى ليه دور، بس عليه برضو ان هو لازم يجتهد ويتمرن كويس، ولما تجيله الفرصه لازم يستغلها ويستغلها بنسبه عاليه جدا، نواحي بقى فنيه او بدنيه ان هو او التركيز لازم. انت عارف الفرصه اللي لما بتيجي للنادي الاهلي لاي لعيب خليها جنرال كده، ان احنا بنتكلم على اي حد من الفرقه لما بتيجي، يمكن وليد يتكلم عليها مش هو انا باكد عليها، الفرصه زي ما بتقول هي بتيجي مره واحده، انت استغلتها ربنا بيكرمك وبتمشي. صحيح. يعني مواقف كتير حصلت في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، لعيب بيتعور، لعيب بيسافر، بيبقى لا قدر الله في اصابه ويكلبش في الفرصه ما بينزلش منها، فدي طبعا لازم ده طموح كل لعيب للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، انهم نيدفيد اللي احنا بنتكلم عليه واللي انت مقتنع بيه جدا وبتتكلم كله والله، يعني احنا كلنا يعني بالاضافه ان هو كان معاكم في لا هو لعيب كويس، هو كان معايا كنت مدير منتخب لمنتخب الشباب، هو لعيب مميز قوي قوي قوي، كان هو ورمضان صبحي ومحمد هاني يعني هم لعيبه مميزه، واحنا سعداء ان القطاع الناشئين بيبقى فيه مفيش لعيب في قائمه النادي الاهلي مش مميز، بس كل واحد الظروف بقى تساعده، هو كمان يساعد نفسه، هو يبقى مركز في الفرصه قوي لما ياخدها يأدي فيها بشكل كويس، هي دي النقطه، هي دي اللي بتفرق بين لعيب ولعيب. بالظبط، يعني كريم نيتفيد لعيب كويس قوي ومميز جدا، لكن جات له فرص كتير قوي كان يقدر يكسب النادي الاهلي، لو كان استغل الفرص السهله دي كان زمانه دلوقتي يبقى نمره واحد في المركز بتاعه وما حدش شايفه. لكن بيبقى عندك دعم من المدرب كمان يا كابتن، دي مهمه جدا. كابتن حسام لكريم مقتنع بامكانياته، ويمكن تصريحات ليه قال لك
ان كريم من اللعيبه المميزه اللي عنده جزئيه السرعه وان هو بيلعب في كذا مكان، ده دي حقيقه كمدرب يعني. دي حقيقه فعلا ان هو عنده ميزه حته السرعه وعنده التصويب كويس جدا. احنا لو تفتكر السنه اللي فاتت لو ترجع ورا شويه ان هو جاب جون في الحضر في دجله تصويبه على اعلى مستوى، شوطه قويه جدا وكان بياخد فرصه الفتره دي، انما طبعا اتعور فتره والكابتن حسام ابتدى يركز مع التشكيله الاساسيه على مؤمن ووليد وعبد الله، هم دول اللي كانوا اساسيين، وبعد كده ابتدى صالح يخش الفرقه. عمليه التبادل والروتيشن اللي الكابتن حسام بيعملها كانت فرصته بقت اقل، انما كان بياخد برضه بعض الفترات وخد في البطوله العربيه، انما هي هتجيله بس لما ياخد بقى يبقى واقف على رجله صح ويبقى فت عشان يقدر يؤدي المطلوب منه. طب كابتن وليد بقى المرحله اللي جايه، يعني طبعا احنا داخلين على طلائع الجيش، وبعد طلائع الجيش ان شاء الله الجمعه اللي جايه اللي بعدها ان شاء الله ده بدايه الدوري، ثم بقى مباراه مهمه هي مباراه الترجي التونسي. يمكن كابتن حسام هو بيتكلم عن مباراه الترجي بالذات كمان، افتكر طبعا هو قابل الترجي تقريبا مرتين منهم لو نفتكر المباراه الشهيره بتاعت انرامو اللي كانت هدف بلمسه ايد، ولكن طبعا الاستعدادات ما بعد المباراه بتبقى او قبل ما خلاص بتقرب من المباريات الرسميه بتبقى مختلفه. مشكله كابتن حسام في ان الوقت ضيق جدا، مفيش وقت، يعني انت عندك مباراه طلائع الجيش خلاص كمان تقريبا 9 ايام، يعني يوم 8 9 تقريبا يوم الجمعه 8 9 احتمال تتاجل يا كابتن، يعني لو النظر يعني لو ما تاجلتش هيبقى الوقت قليل قوي. كمون لعيبه كتير في المنتخب، انت ما لحقتش تعمل فتره اعداد عشان كده لغيت المعسكر الاوروبي، يعني من المرات القليله السنين القليله للنادي الاهلي ما يطلعش يعمل فتره اعداد مكثفه يعني مصغره يعني وما لحقتش ومضغوطه وما فيهاش ماتشات وديه كتير، انت النهارده اول مباراه وديه وخلاص الاسبوع الجاي المباراه، فبالتالي انا متهيألي ان ده صداع في راس الكابتن حسام ان انا ما لحقتش اعمل تجانس، ما لحقتش لعيبه المنتخب هيرجعوا طبعا ربنا يكرمهم عندهم مباراه برضو ان شاء الله بعد المباراه دي مصيريه يوم 5/9 في برج العرب مع اوغندا، فبالتالي مباراتين هيحددوا بشكل كبير جدا وصولنا لكاس العالم. النهارده انت لو هتلعب 8/9 يعني بعد مباراه اوغندا بثلاث اربع ايام، فبالتالي انت برضو هتدي تكتيك امتى؟ انا اظن من وجهه نظر يعني ان الكابتن حسام هيشتغل على قديمه، هيشتغل بنفس التيم اللي ختم بيه الدوري، يعني هتلاقي غالبا وليد ازارو، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، اجاييه، حسام عاشور، والسوليه، احمد فتحي، سعد، رامي، علي معلول، هتلاقي نفس التيم اللي النادي الاهلي ختم بيه. صحيح. يعني شريف اكرامي، يعني انا من دلوقتي اقدر اقول لك لو حاله اللعيبه زي ما هي ومفيش اصابات اقدر احط لك تشكيل النادي الاهلي قدام طلائع الجيش. تمام. لان ده الطبيعي، انا في لعيبه في منتخب مصر لازم هيرجعوا، دول الدوليين بتوعي لازم هيرجعوا يلعبوا، شيء طبيعي، وفي نفس الوقت الوقت كان قليل جدا مع كابتن حسام البدري انه يعمل تجانس، اخلص مباراه الجيش واخلص ماتشين الترجي وبعد كده يبقى لينا كلام تاني. صحيح. في التكتيك وفي شغل الدوري العام. طيب اسمحوا لي اطلع على الفاصل يا كابتن، نرجع نتكلم على بعض الحالات الفنيه وطبعا الهدفين اللي احرزهم النادي الاهلي بعد الفاصل، هنرجع نتكلم عليها. حضراتكم مره ثانيه استكمالا طبعا لتحليلنا الفني لمباراه الاهلي والنصر اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 هدفين لاحمد ياسر ريان. عايز اقول لحضراتكم ان لجنه المسابقات حددت يوم 12 يناير لمباراه السوبر، موعد مباراه السوبر ما بين الاهلي والمصري، لسه طبعا هيتحدد المكان سواء بقى هتكون في الامارات او السعوديه، طبعا ده حاجه تسويقيه او حاجه تسويقيه لهذه البطوله بشكل عام بتقوم بها الشركه الراعيه باستمرار، شفنا السنتين اللي فاتوا كانوا موجودين في الامارات. خلينا نتكلم على المباراه، يمكن التحليل الفني لبعض اللقطات او بعض الامور الفنيه في المباراه خصوصا الهدفين اللي احرزهم احمد ياسر ريان. هبتدي بالهدف الاول يا احمد بعد اذنك لو نقدر نجيبه ونكلم كابتن وليد معايا وكابتن سمير طبعا بيشترك معانا. كابتن وليد بالنسبه للهدف يعني الاول، هجمه مميزه من النادي الاهلي هنشوفها مع بعض بعد ثواني،
اشتغل فيها النادي الاهلي بشكل كويس قوي. يعني لو عندنا الصوره اللي قبل كده كمان يا احمد هيبان ان النادي الاهلي اشتغل بيها بشكل كويس قوي. كمان كان في كثافه عدديه لمهاجمي النادي الاهلي بشكل كبير. يعني كان متهيألي عمرو السوليه كان جوه البوكس وحمودي هو اللي لعبها، واحد على القريبه ميدو جابر، وبعد كده احمد ياسر ريان، وبعد كده عمرو السوليه. فبالتالي يعني فيها كثافه عدديه من النادي الاهلي، علشان كده المهاجمين اكتر من المدافعين، ودي حاجه صعب تشوفها. ادي عمرو في 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 هجمه عن طريق اوف، بقى هنا اوف هنا، بص كام واحد اللي رايح للكره، ده حمودي، اصبر شويه، اللي لعبها عمرو السوليه وهياخد القريبه، احمد ياسر ريان في النص، ميدو جابر او كريم ندفد اللي على الشمال، واحمد حمدي اللي على ال 18. هجمه فيها خمس لعيبه. كمل بقى كمان هتلاقي، بص ادي عمرو السوليه بيروح على القريبه، وهنا لما بتترفع بس اقف هنا، بص عدد لعيبه النادي الاهلي اكتر، دول ثلاثه بس في واحد كمان على البعيده من النادي الاهلي. فمساله صعبه جدا. الهدفين طبعا فيهم خطا دفاعي، سيب الكابتن سمير كمونة يتكلم فيهم، لان اخطاء طبعا كارثيه، ان الكورتين جوه الستة يارده في قلب العمق، والمكان ده يستحيل ان انت تسيب فيه حد فاضي. لكن تعامل معاها احمد ياسر ريان بشكل رائع. اولا الاوفر من حمودي كويس قوي، شايف وباصص، وبعد لما لم بص كويس وحطها في ارتفاع حلو قوي قاتل. احمد واخد قرار، التايمنج بتاعه رائع هنا، هتبان قوي ان هو طالع بدري قوي وفاتح رجليه الاثنين وموجه وفتح عينيه كويس قوي، والجامب كمان عالي قوي، وكمان تحويله الراس نفسها. يعني هو كمان مختار زاويه، دي من اصعب الحاجات ان انت وانت راجل طبعا مميز فيها تقدر تشرحها لنا اكتر كمان. لا انا اشرح يا كابتن، انت اللي بتشرحه. انا بالنسبه لي طبعا انا مستمتع جدا باحمد ياسر وهدفه، لان هدف مميز جدا سواء الاول او الثاني. بامانه كفرود موجود داخل ال 18 هو بيبقى موجود يا كابتن سمير في الاماكن المميزه اللي الكوره رايحه ليها، ودي في حد ذاتها بتبقى حاسه موجوده عند فرود مميز. الجامبنج نفسه اللي عمله، وحته ان انا بهوجه دماغي من ورا لقدام وشايف الحته الفاضيه في المرمى، مش بحط كده وخلاص، دي كانت حاجه مميزه في الهدف ده يا كابتن سمير. انت حللت الهدف مع كابتن وليد عشان انت فرود وكنت مميز بالحاجات دي. فطبعا ريان مميز زمان، زمان بقى كابتن. لا كنت مميز حقيقي، تلعب بالراس جامد جدا، وطبعا ريان هو مميز بيه على فكره، جاب اكتر من هدف برده طبعا وهو بيلعب معايا، وطبعا بهيدرز قوي جدا وارتقاء على اعلى مستوى. وبعدين الفكر هنا كابتن ان هو مجرد ان هو يطلع جامب ويحطها في زاويه على يمين محمد مصطفى الحارس، فدي حد ذاتها ان هو بيوجه الكره دي، بتبقى بتدي يعني ميزه للفيرود وكده. انما في خطا طبعا دفاعي للهدفين، لو اتكلمنا عن الخطا الدفاعيه الشوط الاولاني، الهدف الاولاني ده حمودي طبعا، هنا الباك الشمال ما ضغطش على حمودي خالص. لو رجعنا الكوره من الاول هتلاقي ان مفيش رقابه، مفيش حد حط رجله مع حمودي سواء من مدافعين طبعا نادي النصر، بالاضافه طبعا عدم الرقابه واللعب المان تو مان داخل ال 18 طبعا، ما كانش في حد مع ادي هنا طبعا باك الشمال بعيد خالص عن حمودي، فبيلعب بارتياحيه، فاحمد ريان لعبها كمان بارتياحيه عشان ما فيش رقابه. شفنا هنا الرقابه، المفروض الراجل رقم خمسه يضم عليه شويه، والراجل الثاني يبقى في حضن بلغه الكوره المان الثاني مع السوليه، وفي كمان واحد زياده اللي هو احمد حمدي. يعني في تقصير، والعدد قليل جدا من مدافعين نادي النصر داخل ال 18، عشان كده كان في ذكاء من احمد ريان والسوليه واحمد حمدي ان هم بيقطعوا من ورا المدافعين، واستغلوا الاخطاء الدفاعيه وقدروا ان هم يجيبوا هدف. طبعا الخطا الدفاعي احنا بنتكلم عليه برده عشان نوضح حاجه هنا، ان طول ما الكوره داخل ال 18 لازم الاربع مدافعين يبقوا متواجدين، عشان الزياده العدديه للمهاجمين والزياده العدديه لنص الملعب ما تبقاش اكتر من عدد المدافعين، فبتسبب لك اخطاء. وعدم الرقابه طبعا والسرحان داخل ال 18 بيسبب لك اخطاء. عدم طبعا التركيز 90 دقيقه ممكن في اخر ثانيه، وعارفين ان كره القدم طبعا ما بتخلصش غير بصفاره الحكم او المباراه،
انما طبعا لازم تكون مركز 90 دقيقه عشان الجون بيجي في لحظه. التركيز ده مهم جدا بالنسبه للمدافعين وحارس المرمى. طول ال 90 دقيقه لازم تكون مركز وخصوصا داخل ال 18 من الكور العرضيه، عشان كده بيحصل فيها اخطاء. طيب يعني ما زلنا طبعا باتحاد الكوره او لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين اللي بيعمل مجهود كبير جدا على مدار الموسم ان هو بيحدد المواعيد وبعض الامور ممكن تبقى بتعارض في التوقيتات مع منتخبنا الوطني اللي بيخوض طبعا مباراة غدا ان شاء الله، مباراة هتبقى طبعا مصيرية لمنتخبنا الوطني لوصول لكأس العالم. بيحددوا طبعا زي ما قلت هم حددوا يوم 12 يناير، ده مباراة الاهلي والمصري في بطولة السوبر، لسه طبعا ما تحددش المكان سواء الامارات او السعودية. ايضا مباراة الاهلي والزمالك في الاسبوع 17 في الدوري الممتاز هتكون يوم 8 يناير ان شاء الله بامر الله. دي المباراتين اللي تحددوا حتى الان من خلال الحاج عامر حسين. اما باقي المباريات 8 يناير والسوبر كام؟ السوبر 12 يا كابتن. 8 و12 يعني هيلعب الزمالك 8 ولاعب المصري ده المفروض 12. يعني ده يعني الحاجه الاخيره اللي وصلت ماتشين اقوياء ورا بعض فيعني دول بالنسبه للجنه المسابقات واللي اعلنوا عنها في التوقيت الحالي يعني وصل لنا طبعا من خلال طبعا الاعداد. واكيد طبعا يعني هنشوف المباريات، دايما المباراه الاخيره بتبقى الزمالك في في الدور الاول يا كابتن. والسوبر بقى 12 يناير انت دايما بتشوفها ان انت بتبقى توقيت الجو نفسه وعلى حسب ان انت برضه بتعمله بره مصر وغالبا في ابو ظبي. و12 واحد ده ميعاد جميل، مهرجان التسوق هناك والجاليات العربيه من كل انحاء العالم يعني ابو ظبي او دبي تحديدا في التوقيت ده من احلى شهور السنه. من اول يناير لنص اتنين كده الجو رائع، جو حلو قوي. كمان الجاليات العربيه بشكل كبير جدا. كمان طبعا عارفين ان النادي المصري هيعمل جسر جوي ويودي جماهير كتير تشجع النادي المصري، نفس الوضع طبعا بحكم جماهيريه النادي الاهلي في الامارات كلها، يعني اتلعبت في ابو ظبي، اتلعبت في العين، اتلعبت في دبي، النادي الاهلي جماهيره في كل مكان. فبالتالي بس هي الفكره ان 8-1 مباراه قويه جدا مع نادي الزمالك، و12-1 مباراه قويه جدا بالبطوله، وفي سفر ويعني اربع ايام اربع ايام طبعا نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. طيب انا معايا كابتن ياسر ريان على الهاتف، نجم يعني طبعا والد الكابتن احمد ياسر ريان ونجم طبعا النادي الاهلي الجديد. كابتن ياسر تعبتنا. كابتن ياسر عندنا اتنين كده من حضرتك مخلينا مش حبيبي اخبارك ايه؟ كابتن وليد وكابتن كمونه مبروك 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 يا ياسر. احنا احنا مبروك مبروك لاحمد وكل سنه وانت طيب. انا لسه خارج دلوقتي والله يا كابتن وليد وسامع الحوار اللي انتوا بتتكلموا في الكلام الجميل، وانت عارف انت مربى احمد اكتر وعارف اكتر مني انا كاب، لكن انت كمدرب واتمرنت احمد وكنت بتتنبأ له اللي هيحصل له وقت من الاوقات طفره في الكوره، وكمونا اشتغل معاه برضه في السن الكبير، فالاثنين انتوا اصلا مكملين لبعض مع احمد ريان يعني. واحنا يا كابتن ياسر يعني علشان كنا في قطاع الناشئين فاحنا عارفين المجهود اللي انت عملته انت ووالدته تحديدا يعني ياسر ووالده ايهاب واحمد تعبت جدا معاهم، والامانه هم اجتهدوا من وهم عندهم تقريبا 8 سنين يعني كافحوا مش عشان هم اولاد ياسر ريان. خد بالك مبروك يا ياسر بالتوفيق ان شاء الله وما شاء الله عليه كده واللي جاي احسن باذن الله. والاضافه كلاعبين موازين يا كابتن وليد وكابتن كمال اتكلموا، دي رساله للناشئين في النادي الاهلي طبعا. رساله موجوده الحمد لله اللي في ناشئين كتير كويسه قوي. الحاجه الثانيه اللي هي الرساله اللي الكابتن وليد اتكلم عليها، الناشئ ما بياخد فرصه وخاصه من ناشئين النادي الاهلي الانتماء بيبقى قوي جدا وزياده جدا، والواد متعود اللي هو برضه يكسب. خلي بالك الناشئ في النادي الاهلي متربي، وانتوا عارفين كده الناشئ بيبقى في النادي الاهلي متربي الولد يكسب ومعود على المكسب. دي نقطه. النقطه الثانيه المشوار لسه زي احمد يعني ما كنتش بصراحه حابب ان انا اعمل مداخله، ليه؟ انتوا عارفين المشوار بالنسبه للناشئ زي ده بقى طويل هو وزمايله طبعا احمد حمدي ولا نيدفيد ولا بيكم ولا الناس دي كلها، لازم تعرف اللي الموضوع بقى طويل جدا ومشق جدا. اللي النادي الاهلي الموضوع مش سهل، اللي انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي ده مش سهل، واللي انت تبقى موجود من ضمن ال 18 مش سهل، لكن اللي انت تجتهد وتتمرن ده حاجه كويسه، واللي انت تبقى متواجد مع النادي الاهلي ده حاجه اكبر. فدي حاجه شرفتني طبعا اللي انا بتفرج على المباراه اللي الناشئين النادي الاهلي، النادي الاهلي في يوم من الايام الحمد لله بيعتمد عليها، حتى اللعيبه اللي كانوا بره برضه هم من ناشئين النادي الاهلي. طيب. كان اسلام محارب ولا حسين التاني. كابتن ياسر كابتن ياسر من خلاله يعني طبعا اكيد انت متابع، انا عارف ان انت ما بتحبش تتدخل في يعني في الحته بتاعت
يلعب ولا ما يلعبش او بيتكلم حد. لا الموجود الموضوع ده مش انا عارف ان هو مش موجود عند حضرتك. دي حقيقة. ولكن انت من اول مره شفت احمد وهل كنت تتوقع تطور ادائه اللي يبقى موجود في الوقت الحالي مع الفريق الاول؟ بحكم ان انت مدير فني قبل كده يعني موجود كمدير فني وايضا كلاعب طبعا كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر. هي الطفره في طفره فنيه بتيجي هي اعتقد ان الطفره اللي موجوده احمد فهد ده واكيد وليدي وكمان اتفقوا معاه اللي هي موجوده حاليا في الوقت الحمد لله تامر في الدرجه الاولى الرهبه راحت من عنده. برضه انت عارف رهبه لعيبه النادي الاهلي والنجوم اللي بتمرن معاه برضه دي اعتقد اللي هي راحت من عنده. عنده ثقه في نفسه برضه دي موجوده. حتى عنده برضه شخصيته موجوده وخاصه يعني انت ما بتقول احمد ياسر هو في ما بتضايقوش ودي برضه حاجه بتدي له ثقه. في ناس بتتضايق لما تقول فلان ابن فلان بتضايق لها عادي جدا وهو عنده هو عنده شخصيه وعنده الحته دي موجوده جواه. لكن لا هو دلوقتي يعني دي بدايه الطريق بالنسبه له. السنه اللي فاتت الكابتن حسام البدري اداله بعض الماتشات الوديه برضه وكان ظهر بشكل كويس. انا بقول النادي الاهلي على طول جعان بلغه الكره. النادي الاهلي جعان ما تفكرش انت ما تجيب جونين يبقى انت خلاص كده نهايه المطاف. ده بالعكس كل مره هتلاقيك لو انت ما جبتش جون او انت مالكش بصه في المباراه الامور هتبقى صعبه عليك. زي ما الناس بتصيط فيك وبتتكلم عليك كويس وبيقولوا خامه كويسه ممكن في انا بدي نصايح مش اكتر. لكن الحمد لله النهارده الفرقه النادي الاهلي كمان ظهرت بشكل كويس. وانت كابتن وليد وكابتن كمونه برضه كنت انتبه البرنامج اللي هم بيتكلموا بالنسبه للبدنيه النادي الاهلي اللي هو الاجهز مش تقليدا في فرقه النصر ولا حاجه. لكن النادي الاهلي شكله كان كويس برضه هو بيبص على طريقه اللعب اللي هيلعب بها السنه دي ممكن يغيرها ممكن يفضل بيها. فكل دي كانت بالنسبه له حاجات ثوابت الحمد لله في الفريق يعني. ان شاء الله خير يا كابتن سمير. كان عايز يتكلم حضرتك برضه بنقطه معينه. اتفضل يا كابتن ياسر. فتره من الفترات احمد كان ماشي كويس في الماتشات اللي قدام مع النادي الاهلي والكابتن حسام كان مقتنع بيه جدا وجاله اكتر من عرض. ولكن كابتن حسام البدري عرض من اوروبا برضه يعني جاله سموحه وجاله الاسماعيلي وجاله المقاولين وكل المدربين الحقيقه بتاعت الانديه كلموني واديتهم تقرير كويس جدا وده حقه. لكن في الاخر طبعا كابتن حسام مقتنع بيه جدا بامكانياته الفنيه والبدنيه عشان كده اتعمل له عقد وفضل مع الفريق الاول للنادي الاهلي. اتمنى له التوفيق ان شاء الله ان هو ياخد فرصته في الماتشات الرسميه واحده واحده يعني الفتره اللي جايه. ياسر بالظبط. كمان على فكره الشهاده برضه الواحد يقولها برضه للكابتن حسام غالي يعني. مره احمد بيقول لاحمد انت طموحك ايه؟ ده انا بديك رساله برضه من كابتن فريق لمين لناشي. قال له يا كابتن انا برضه من فرصتي في اللعب ممكن ما تبقاش كبيره قوي. قال له طب انت عايز تروح فين؟ قال له انا جاي لي سموحه وجاي لي المقاولين وجاي لي وجاي لي. قال له طب انت عايز تروح تعمل ايه هناك؟ قال له هروح العب. قال له طب ما انت موجود في النادي الاهلي ما تلعب واثبت وجودك انت وانت لو رحت سموحه هتعمل ايه؟ قال له لو رحت سموحه عشان ارجع النادي. قال له ما انت في النادي خلي بالك دي رساله كويسه جدا. قلت له بص دي رساله قويه اللي لعيب كبير بيقول لي ناشي انت عايز ايه؟ انت عايز النادي الاهلي ما انت في النادي الاهلي اثبت وجودك في النادي الاهلي هتلاقيك متواجد في النادي. ليه؟ النادي الاهلي مصر كلها عايزه تلعب في النادي الاهلي ما انت موجود في النادي الاهلي. فدي رساله بيوصلها حسام غالي الناشئين او اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي يعني. طيب عامة يعني انا عايز اضيف لكلام حضرتك كابتن. عايز اضيف لا وجهه نظر محترم طبعا يعني جزئيه مهمه. هو لو راح مثلا سموحه هيروح يعمل ايه؟ هيروح ينافس مع عدد برضه من المهاجمين المتميزين. صحيح. طب ما انت طالما هتروح سموحه او المقاولين وتموت نفسك وتتمرن عشان تحجز مكان طب ما تموت نفسك هنا وتلعب. صحيح. صحيح. رساله جميله بصراحه يعني. كابتن ياسر انا عايز اضيف بقى يعني قبل ما اختم حضرتك ان يعني الاثنين ما شاء الله سواء احمد او ايهاب يعني بعيد عن اللعب اخلاقيا كمان حاجه محترمه جدا ويدل على طبعا التربيه المحترمه طبعا دي حاجه مميزه. ربنا يوفقهم ان شاء الله كابتن ياسر ويبقوا في تالق باستمرار ويشرفوك كلاعب قديم في النادي الاهلي ومنتخب مصر. وما تزعلش امبارح يا ياسر برضو عادي. اتغلب امبارح؟ اتغلب في اللعب؟ ما تزعلش يعني. حاجه برضه. اديتك انت وعماره فرق كام اربع؟ ها؟ فرقه الظلم يا وليد. ايه؟ فرقه الظلم. فرقه الظلم ايه يا راجل؟ ده كابتن زكريا حاجز لكم اربعه بينالتي ما فيهمش الهوا. نورت شرفت كابتن ياسر. نورت شرفت. طيبين. وانتم طيبين. العيد ان شاء الله باذن الله كده يكون خير علينا في الجماعه. يا رب طيب يا صوره والتوفيق. ان شاء الله طيب كابتن ياسر حاجه مميزه. فاتك اللعب امبارح يا روح. وانا والله كان هنا عندنا استوديو تروقوا شغالين. كابتن ربيع بكره هتلعبوا بقى ان شاء الله مع بعض. بكره بقى. ان شاء الله لو انت مش هتسافر. الصيام بقى يبقى صعب قوي. والماتش صحيح في ماتش متاخر. بس هم طيبين. كابتن يمكن كابتن ياسر اكد على حاجه مهمه جدا ان هو بغض النظر عن ان يبقى ابن لعيب ولكن الموهبه بتفرض يا كابتن. بص هو في الغالب ابناء المشاهير على طول دايما بيتظلموا.
يعني مش في الكرة بس في أي حتة. الغالب ان دايما الناس بصة لابن النجم ده ان هو اكيد هيبقى داخل كوسة، وخصوصا في الكرة، في الكوره بقى يعني الشعب كله عايز يلعب في الكوره خالص. ما هو بس انت هتقنع مين يعني؟ انت الشعب كله عايز يلعب ولاده كوره، واحنا شفنا يعني ده في مره احنا في قطاع الناشئين واختبارات كان مع الكابتن امين عرابي وهشام حنفي ومحمد عماره، فلقينا فرقتين نازلين المفروض ان هم اختبارات، الفرقتين اتفقوا ان هم يباصوا لبعض، بلاقينا فرقه باشا واحد لابس ازرق وواحد لابس احمر يباصيها للاحمر والاحمر يباصيها للازرق، وبعدين دول يجيب جون، وبعدين روحنا الناس فاكره ان اللي يجيب جون هيتاخد واحد يبقى مثلا ولد يعني صغير مثلا عنده 10 سنين زايد بتاع 20 كيلو واقف على خط الجون، فيجي يقول لك ايه يا عم حرام عليك، وده انا ابني جاب 7 اجوان يا حاج، ما هو جاب 7 اجوان ما هو واقف على خط الجون، هو ده اتحرك خالص. هي الفكره ان انت دايما الطموح والناس كلها عايزه ولادها يبقوا نجوم كبيره في الكوره. فكرتني كان تاني كان سهل حفيظ وكان مستر جوزيه بيعمل سمول جيم كتير، احنا 30 لعيب موجودين في السمول جيم الصغير ده، تلاقي كان سهل حفيظ واقف عند العرض لامس في العرض صح، بقول لك في الاخر انا هديله. لا وكمان اضيف حاجه بس بعد اذنك يا فاروق، ان ولاد اللعيبه المشهيره او اي حد مشهور يعني اي حد فيموس بيبقى مشكله بتسبب له انه بيشوف وليد يعني مثلا ابن وليد صلاح الدين عايز يشوفه احسن من وليد، يقول لك ده ما هو ابن وليد صلاح الدين، ابن سمير كمونه، ابن محمد فاروق، عايز يشوفه احسن منه. يعني طبيعي جدا ان هو ممكن ابنك يبقى اقل منك من الناحيه الفنيه، ممكن هو يكون بدنيا كويس جدا وانت مهاريا او العكس، فهي دي بس النقطه اللي بتسبب في مرحله من المراحل. لا يمكن ابدا، لو انا النهارده قلت لك عشان خاطر ابوك مثلا هتيجي نشوفك بشكل، هتيجي مرحله لا ده هي موهبتك اللي بتفرضك على الفريق، هو الغالب الفريق اول فريق نادي الاهلي يا كابتن. بص هو الغالب انه بيتظلم لكن قليل انه يتساعد. يعني هو دايما المقوله اللي متاخده يقول لك يا عم ده ابن سمير كمونه ده بيلعب، فغالبا بيتظلم. يعني انا شخصيا ربنا رزقنا بثلاث ولاد وبنت، الثلاث ولاد انا ما بيلعبوش كوره او يعني بيلعبوا كوره كده في الصيد، لكن برضو علشان فكره ان لو رحت تتمرن في النادي يقول لك ده ابن فلان ده مش عارف لازم يتساعد ده وهكذا، لكن في الاخر ادينا شايفين اهو ولاد نجم كبير زي ياسر ريان، نموذج مشرف، واحد جوه النادي الاهلي وواحد بره، واحد الاثنين كانوا موجودين جوه، واحد ايهاب ريان راح الداخليه وعلى فكره لعيب كويس قوي ولعيب يعني موهبه كويسه قوي، لكن في الاخر زي ما انت بتقول حسب قدرتك وموهبتك والظروف في الوقت ده كده، انت في حد في مكانك موجود ولا لا؟ يعني في نجوم بيبقوا في الوقت ده. خلينا نروح للهدف الثاني كابتن وليد بعد اذنك يا احمد، هدف ايضا احمد ياسر ريان في الدقيقه 63 واشتراك مع طبعا حسين السيد اللي عملها بشكل مميز جدا من خلال طبعا كروس مميز، يمكن او في لعيبه ممكن توصل لاخر الخط وبتبتدي ترفعها، لكن حسين شاف بشكل مميز جدا احمد ياسر ريان ولعبها عرض. ده الهدف كابتن وليد لو تحب تحلله، عملها بشكل كويس قوي نجيب من الاول، هي بدايه هجمه. لا لو عندك من بدري هتلاقي ان النادي الاهلي بيحضر السردباكين مع بعض، يعني متهيألي محمد هاني عملها لنجيب، نجيب احنا قلنا ان هو سردباك ناحيه الشمال، فالكره جات له حطها تقريبا لكريم ندفد، عمل او ميدو جابر عمل فيها ستاره يعني لو عندنا الكادر الاساسي من اول يا احمد لو امكن في الاخر هي كانت هجمه منظمه، لان دايما الهجمات دي ايوه بص ادي هاني بيلعبها لنجيب، بص نجيب بقى اقف اقف هنا، هنا دي اللي الكابتن حسام كان بيستخدمها السنه اللي فاتت كلها، اللي هي زياده السردباك لابعد منطقه في نص الملعب عشان تبقى قريب، حطها بقى نجيب هنا تقريبا، ده ميدو جابر ميدو حاول يحضن عليها وحسين جاي من تحت، حسين هنا بدا يرفع عينيه شاف احمد بدا ياخد القرار انه يلعبها من لمسه واحده من ورا المدافع، احمد ياسر ريان برده سندها بشكل كويس قوي، السنده دي لو وقفت تحت رجله باظ الموضوع، لو جت متطرفه باظ الموضوع، هو سندها لقدامه عشان تبقى على لمسه واحده سواء بيمينه او بشماله، واختار رجله الشمال ونكشها بلغه الكره كده من فوق حارس المرمى، لكن البدايه حلوه. ارجع معلش نرجع تاني معلش احمد ارجع بس ارجع تاني نقول حاجه على التكتيك اللي بيعمله الكابتن ايوه
كمان بس اقف هنا بقى. اقف هنا. بص التكتيك بتاع الكابتن حسام البدري ايه اللي موجود في الكادر؟ اتنين بس يا كابتن، والباكين طايرين لقدام شويه. يعني ده تحضير السردباكين علشان بقدر الامكان احاول ان انا يبقى عندي زياده عدديه. هو لو موقف الباك رايت هناك والباك ليفت هنا كانت العمليه تبقى صعب، لكن هو حاطط السردباكين وعايز كمان واحد منهم يزيد. اهو يعني بص يا كابتن، برافو عليك. بص شايف هناك باسم، والناحيه الثانيه حسين كان بياخد الانطلاق بتاعه، والباقي كله كل واحد واخد موقع علشان يبقى فيه كثافه عدديه. فدي كل ده تكتيك وشغل تمرين وشغل في الملعب بيتعمل كل يوم ازاي، وانا بحضر بين السردباكين علشان السردباك لما يجي له الراس حربه. يعني محمد حسن ميدو راح على هاني، راح عاملها لنجيب ونجيب يدوس على الكوره ويبتدي الناس تتحرك. حقيقة يا كابتن انا الملاحظه دي يا كابتن هكلمك فيها، ولكن هروح سريعا كريم، عايز اطمن على محمد الشناوي. يمكن بلغنا ان هو في اصابه كريم، من خلال طبعا كريم احمد زميلنا طبعا في قناه الاهلي هيقول لنا طبعا تفاصيل هذه الاصابه. اتفضل يا كريم. تحياتي ليك من جديد يا كابتن فاروق. طبعا اكيد بيهمنا احنا نطمن على الشناوي، احنا طمنا عليه يمكن ساعتها بعد ما طلع في المباراه. هو طبعا كان بيعمل تيك اوف عالي ووقع على ظهره، اطمنا من خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي، قال هي كدمه يمكن قويه شويه لكن يعني ان شاء الله ما تاثرش عليها، يتعمل له غدا ان شاء الله اختبار طبي من الطبيب خالد محمود. عارف كدمه في الظهر طبعا يا كابتن فاروق يعني قويه شويه بالنسبه للشناوي، لكن الشناوي اكيد من اللعيبه اللي رجاله وان شاء الله الفتره اللي جايه محتاجينه مع النادي الاهلي. لكن كل الفرقه الحمد لله النهارده كان في بعض الالتحامات زي ما شفنا، كل الفرقه الحمد لله اطمنا عليها، وليد ومؤمن كل الامور ماشيه معاهم بشكل طيب جدا، هو باستثناء بس الشناوي هي اللي كانت اصابه قويه ليه يمكن طلع يعني على هي هي امامنا على الشاشه طبعا المشكله هي ما فيهاش التحام. هي المشكله ان الشناوي هو بيمسك الكوره بدات الكوره تنزل من ايده، فهو لازم هنا كان يختار ما بين يا اما يسند على رجله والكوره دي تقع قدامه، يا اما يحمي كورته ويضحي بنفسه. هو عمل كده، هو حمى كورته بايده ونزل على ظهره. بص لما الكوره ثابت من ايده راح مودي الجوانتي عليها ونزل على ظهره. يعني انا افضل في الحاجات دي ان هو يحمي نفسه احسن. هنا بص كوره نزلت فراح له الكوره وخد الوقعه على ظهره. على ظهره يعني الف سلام عليه طبعا. طب كريم يعني قول لي هو مين يعني في جول ثالث من القطاع موجود ولا ايه مع احمد عادل والشناوي؟ هو بيتصاعد يا كابتن فاروق بشكل مستمر. عمرو رضوان واحد من اللعيبه طبعا الصاعده في حراسه المرمى في النادي الاهلي. عمر رضوان اسف طبعا، هو بيتصاعد بشكل مستمر خلال الفتره اللي فاتت. اكيد ممكن نشوفه بكره يمكن بعد الاختبار الطبي اللي هيتعمل للشناوي، لو مش هيقدر ان هو يخش في التدريبات الجماعيه اكيد بنسبه كبيره جدا هنشوف عمر رضوان متواجد مع حراسه مرمى النادي الاهلي، سواء في تكمله التدريبات او المشاركه في الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. طيب اشكرك كريم ان انت منتنا طبعا على الشناوي، ان شاء الله يبقى بكره خير. اشاعه تقول ان هو سليم، كل اللاعبين اللي موجودين نتمنى طبعا السلامه ليهم. يعني استكمالا لكلامنا عن الهدف كابتن وليد، وكنت انت اخذت ملاحظه مهمه جدا، جزئيه اننا باكين مطيرين ده كابتن في حد ذاته ريسك مش طبعا. هل ممكن كابتن حسام بيطبق الجزئيه دي عشان بعض الفرق اللي ممكن تكون بتقابل النادي الاهلي مش بنفس قوه او بنفس قوه النادي النصر النهارده مثلا، لكن المقصه مثلا وفرق ثانيه ممكن ما يبقاش الشغل ده موجود؟ هو كمان في جزئيه اهم ان ما بقاش بقى كل الفرق بتقابل النادي الاهلي بزون ديفنس. تمام. فانا عايز اضرب الكثافه العدديه الدفاعيه، هضربها ازاي؟ بحاجتين. رقم واحد ان انا الناس لازم تاخد زياده عدديه، يبقى عندي زياده عدديه، الباكين يطيروا والهافين يطيروا ولازم يكون عندي زياده عدديه هجوميه، ادي واحده. الحاجه الثانيه بقى اللي انا اتمنى الكابتن حسام يشتغل عليها ودي موجوده في كل الدوريات الاوروبيه، اللي هو ثقه بقى اللعيبه في نفسها. انا بتفرج على الريال او برشلونه السردباكين لما يباصوا لبعض مفيش قلق، والدفندرين يعني في الحاله دي اللي احنا شفناها هتلاقي السوليه غالبا وهشام محمد او الاثنين اللي في نص الملعب مقربين. لما انا اديك الكوره بقى يبقى انت عندك ثقه، انت بتبص لوكا مودريتش بيحط رجل على الكوره وعاملها توني كروس يروح حاطط رجل، مفيش يعني ارجع لا ارجع ارجع دي هجمه ثانيه طبعا. دي احمد حمدي عملها كويس لاحمد ياسر ريان، كان لازم ياخد القرار ان هو يعملها من لمسه واحده. بس هي الفكره في ايه؟ لازم السردباكين والدفندرين يبقى عندهم ثقه في ان انا احط الكره تحت رجلي والعب تحت ضغط. دي اللي ناقصه من وجهه نظري، دي ناقصه تيم النادي الاهلي في الحته دي، ان انا مهما كان الضغط عالي عليا اقدر اقف والعب، ما يبقاش فيها خوف. دي هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي انت مثلا بنلعب بحجازي، كان حجازي وسعد. سعد لما بيحطها لحجازي، حجازي لازم يحط رجله على الكوره ويروح يزيد وما يبقاش عنده رهبه،
وحتى لو حطها جنبه لحسام عاشور او للسوليه يبقى برضه في كنترول على الكوره. انت فاهم الحته ده يا فاروق؟ دي تفرق معانا السماء والارض. النادي الاهلي في فرق كتير دلوقتي بقت بتضغط زي المصري البورسعيدي زي المقصه زي سموحه، انت لو ما عندكش حته انك تقف على الكوره وتلعب وانت مش خايف هيبقى المساله صعبه جدا. لان انت خلاص بقيت بتواجه كل الفرق، الناس كلها بتنزل ال11 بحارس المرمى كلهم تحت خط الكوره، مفيش لعيب بيبقى فوق خط الكوره يعني، وانت بتباصي بيبقى الراس حربه بتاع الفرقه الثانيه شايف الكوره، فبالتالي هتخترق ازاي؟ اذا كنت انت موقف 3 4 ورا يبقى انت بتتكلم بتلعب 7 على 10 مستحيل، فيها صعوبه. بيبقى عبد الله بيعاني وصالح جمعه بيعاني والناس اللي قدام بتعاني لانها دايما بتلعب في كثافه عدديه دفاعيه. صحيح. اللي يفك الموضوع ده الحاجتين دول، ان انا رقم واحد اطير الباكين واعمل جمل، السرد باك معاه كوره بيبتدي الهاف يخش لجوه اذا كان مؤمن ولا وليد سليمان ولا الطرفين، وبيطلع الباكين من بره وبيقرب الديفندرين. لكن الحاجات دي لما تحصل وانا كسرد باك اروح حاططها للديفندر، الديفندر يتكهرب بقى ويخاف ويروح مراجع كوره للجون، يبقى ما عملناش حاجه. صحيح. لازم اروح حاطط رجلي على الكوره والف ما اخافش وابقى انا حامي كورتي، ولو حد ضغط عليا جامد ابقى انا ممكن اروح ارقصه ما يبقاش عندي مشكله. ده اللي بيحصل. لازم اللعيبه تتفرج على برشلونه، تتفرج على الريال، تتفرج على البايرن بكثافه ويتفرجوا على ماتشات كتير، لان الحته دي الكره يا كابتن فاروق يعني ثغره او مخرج، عرفت تطلع بكورتك خلاص كره رايحه بنسبه كبيره جدا هجمه خطر. لكن لو ما عرفتش تعمل كده كفرقه كبيره هتقعد تعاني في المباريات، تعاني تعاني لغايه لما ربنا يكرمك بقى بضربه ثابته بحاجه يعني فيها صعوبه. لكن انت عايز تضغط على الفرقه الثانيه. وطبعا في حاجه كمان اظن ان على كابتن حسام البدري السنه دي من وجهه نظري انه يضغط من قدام، يعلي اللياقه البدنيه قوي ويضغط على الفرق كلها بطول الملعب والفول تايم. السنه اللي فاتت انا اوافق الكابتن حسام ان انا كان عندي جيل بيغير في النادي الاهلي، خلاص الجيل الذهبي مشي، تريكا وبركات وفلافيو وعماد والنحاس والمجموعه الكبيره دي، دلوقتي انا بحط جيل جديد. لكن في الاخر انا خدت الدوري والكاس فلازم اقرص بقى بلغه الكوره، انا ما ينفعش ابتدي ارد نص ملعب لا انا عايز اعلي بقى وليد ازارو يضغط من البدايه، اجا يضغط من البدايه، مؤمن يضغط من البدايه، عبد الله يضغط من البدايه، عندي من الامكانيات ان انا العب ضاغط على اي فرقه. يبقى انا دايما اخلي حارس المرمى او خط الدفاع الاخر بيلعب كره طوليه تبقى 50-50. لكن ان انا اسيب نص ملعب للفرق ان هي تيجي عليا اظن ان ده كان وارد السنه اللي فاتت، متهيألي السنه دي المفروض ما يبقاش وارد. طيب كابتن سمير، النهارده من خلال المباراه وشكل التنظيم الدفاعي بالنسبه للنادي الاهلي، هل هو زي ما هو يعني النهارده كابتن وليد لاحظ في حتى في الجزء الدفاعي حاجه معينه النهارده من وجهه نظر كابتن سمير كمونه، من حضرتك من احسن اللاعبين المدافعين في تاريخ مصر، تشوف النهارده كابتن حسام هل غير حاجه؟ هل الامور استقرت زي ما هي بالنسبه لفريق النادي الاهلي مثل الموسم الماضي؟ لا، هو طبعا بدا بنجيب وباسم علي وصبري ومحمد هاني. محمد هاني طبعا من اللعيبه المميزين اللي بيجيد في اكتر من مركز في نص الملعب وباك رايت، النهارده يعني دخله في قلب الملعب مكان رامي او مكان سعد، بيشوف يعني ممكن في بعض الاحيان ان انت تستعين بيه كمساك او باك رايت او ديفندر من اللعيبه الممتازه، يعني طبيعي جدا ان باسم من ناحيه اليمين ونجيب وهاني طبعا اتنين مساكين وصبري ناحيه الشمال. انما عايز اضيف حاجه، ان النهارده كابتن حسام بيلعب بدفاع متقدم. دفاع متقدم بمعنى ان زي ما اتكلمنا من شويه ان محمد نجيب واخد الطرف الشمال ومحمد هاني واخد الطرف اليمين، نجيب زي ما اتكلمنا من شويه قلنا ان نجيب هو اللي بياخد المبادره الهجوميه وهاني هو اللي بيقف، ان ما ينفعش اتنين مساكين يهاجموا مع بعض، مع الاطراف طبعا هتلاقي في خلل دفاعي وهيبقى في مشكله في الدفاع. فابتدى نجيب النهارده يبقى في عنده مساحه يكمل من ناحيه الشمال زي ما شفنا كده الهدف الثاني اتلعبت لحسين، وحسين استغل المساحه وبيهاجم كويس وابتدى يعمل كروس لاحمد ريان واحرز منها هدف. يمكن الهدف اللي جه هو شبيه للهدف الاولاني، عدم رقابه من الباك الشمال لحمودي وعدم الرقابه من الباك اليمين لحسين السيد، فحمودي عمل كروس هايل قدر ان هو احمد ياسر ريان يجيبه هدف بهيدرز على يمين الحارس
ونفس الشيء برضو كروس انما جت طبعا بقدم احمد ريان اليسرى على يمين الحارس. انما النهارده دفاع النادي الاهلي طبعا مع احترامي فرقه النصر الكابتن حسام بيجرب حاجه، بيجرب ان انت الباكين طايرين والاثنين مساكين واقفين، فكل واحد بيقوم بدور الهجومي، باسم بيقوم بدور الهجومي الدور الشوط الاولاني، نفس الشيء لصبر الرحيل ابتدى يعدي ويعمل كورسات كويسه جدا، ونجيب بيميل ناحيه الشمال وبيكمل النواحي الهجوميه، نفس الشيء لهاني برضو بعد الفترات كنا بنشوف محمد هاني بيعمل ربط مع باسم وبيكمل ناحيه اليمين وبيحاول ان هو يعمل زياده عدديه. كابتن حسام النهارده استفاد من اللقاء يعني اكتر من فرقه النصر الحقيقه، ان هو شاف بعض اللاعبين الصغيرين زي احمد حمدي وزي بيكهام وندفيد ويعني اكثرهم استفاده النهارده هو احمد ياسر ريان، احرز هدفين، استفاد من بعض اللعيبه، استفاد من طريقه اللعب، الطريقه اللي بيبدا بيها من الهجمه من ورا والدفاع المتقدم زي ما انا قلت لك، كل دي استفاده من مباراه النهارده النصر. الحاجه الثانيه ان هو غايب عنه 11 لعيب او 9 لعيب لاعبين للمنتخب، فحط مكانهم لعيبه تانية عشان انت ما تضمنش الظروف ايه، عندك ماتش الترجي يقدر يستغل الفتره التوقف دي، وزي ما احنا شفنا الفتره اللي فاتت ان الكابتن حسام عمل فتره اعداد صغيره مش كبيره عشان ضيق الوقت يعني وتفنيش البطوله كاس مصر والدوري ودخل عليك بطوله افريقيا، كانت المساحه من الوقت قصيره جدا، وابتدى يعمل معسكر اسبوع او 10 ايام خد منه اللي هو عايزه من النواحي البدنيه، من خلال المعسكر ابتدى يعمل ماتشات وديه، النهارده كان اولهم مباراه النصر. انا شايف النهارده مباراه النصر النادي الاهلي استفاد من النواحي البدنيه على اعلى مستوى، شفنا الشناوي قام بدور كويس جدا الف سلام عليه، اتمنى له العوده، واحمد طبعا عادل لعب مكانه، شفنا كل اللاعبين النهارده ادت الحقيقه، والماتشات الوديه طبعا بتعوض الماتشات الرسميه وبترجعك تاني ان انت تبقى فورمه، عشان كده كابتن حسام بيحب يعمل ماتشات وديه كتير عشان الناس اللي ما بتلعبش تكتسب خبره الماتشات وتكتسب الاحتكاك عشان ما تبعدش عن الملعب. انا شايف النهارده مباراه النصر النادي الاهلي استفيد منها طبعا من النواحي البدنيه اكتر في المعسكر اللي هو كان عامله في اكتوبر الحقيقه، واكتسب خبرات لبعض اللاعبين ان هم قدروا النهارده يثبتوا نفسهم ان هم يقدروا يكملوا مع الفريق الاول للنادي الاهلي. طيب يعني الكره دي كريم، بص الكره دي يا فاروق عملها النادي الاهلي كويس قوي، هنا السنده لو كريم ندفد سند بقى الكره دي على صدره بشكل كويس جون، وجون حلو قوي. يعني بص الهجمه اللي فاتت دي واحده برده من احلى الهجمات في النادي الاهلي معموله بشكل كويس، اتقطعت دي الهجمه اللي قبليها اكرم حطها لحمودي، حمودي حطها لاحمد ياسر ريان لو قريبه شويه اهي دي. بص الكره هتنزل للنادي الاهلي في ال 18 هيطلعوها بشكل كويس قوي وهيعملوا هجمه مرتده كاحسن ما يكون في اقل عدد من الثواني باقل عدد من اللمسات، لكن في الاخر الحاجات دي اللي احنا بناكد على كريم ندفت فيها ان حاول يا كريم بقدر الامكان تستغل الحاجات دي، الحاجات دي هتبقى اهداف حلوه قوي. بص النادي الاهلي طلعها بشكل كويس قوي، هترد هنا رائع اكرم النباصه، وهنا طلعها احمد حمدي وادي ميدو جابر وعملها كويس قوي، اقف بقى هنا بس هنا السنده بقى بتاعت شبيهه للجون بتاع احمد ياسر، السنده بقى بتاعت الكابتن الخطيب بقى انزل بقى ايه بصدرك لتحت كده هتبص تلاقي الجون فاضي تحطها بقى من فوقيه في القريب، هنا عمل غلطه السنده راح مطلعها لفوق فخدت عدد من الثواني. بص برافو، واحد كمل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كله وصل، لكن أنا لو خدت الكرة دي على صدري لتحت هو كمان خلاص. السلامة من الثبات يا وليد، لو خد جنب سنة صح صح هتريحه أكتر صح هتنزل قدامه ولكن هي شبيهة بالهدف الثاني بتاع أحمد ياسر برضه نفس الجملة تقريبا يا كابتن وليد. طيب خليني قبل ما أروح وانتقل بقى يعني مباراة مهمة بقى، منتخبنا النهارده الحمد لله مبروك للنادي الاهلي فوزه 2-0 على النصر، دي اولى مباراه الوديه الخاصه طبعا بالاستعداد للموسم القادم. احمد بيكهام او احمد حمدي، انا اسف احمد حمدي، ورايك في انتقاله للدوري الايطالي كابتن، دي حاجه مميزه استمرارا طبعا لمجهودات انا حاسس ان يعني مش عارف حاسس ان الموضوع هيبقى صعب. يعني المشكله ان المفاوضات بعيده، انا اتمنى انه يحترف يعني ده واحد من اللي انا مرنتهم وراهنت عليه كان صغير جدا يعني كان عنده تقريبا 10 سنين وكنا كلنا شايفين بصراحه في قطاع الناشئين كابتن امين عرابي والكابتن محمد عماره والكابتن كله كابتن هشام حنفي
كابتن تامر حفني كل الناس اللي كانوا موجودين وكابتن سمير كمونه كمان بعدينا بعد ما احنا السنه اللي بعديها كلنا قلنا انه لعيب كويس قوي. لكن الفكره ان طبعا النادي الاهلي عايز يحقق اعلى استفاده وفي نفس الوقت الولد عايز يحترف وفي نفس الوقت اودينيزي الايطالي هو عايز يستثمر عايز يكسب طبعا. فاودينيزي حاطط 125 الف يورو وصلوا ل 150 الف يورو وحاطط 700 في حاله البيع النهائي يعني انت بتتكلم في حوالي 900 الف ممكن يوصلوا لمليون يورو لكن النادي الاهلي طالب 3 مليون يورو فالرقم ده بعيد عن الرقم ده خالص. النادي الاهلي طالب مثلا 500 او 600 الف يورو كاعاره وبعد كده 2.5 مليون يورو في حاله البيع بتتكلم في حوالي 3 مليون يورو مع نسبه من اعاده البيع 25%. وهم الناس طبعا لان كل اوروبا دلوقتي بقت استثمار فعايزين ياخدوه باقل مبلغ علشان يستثمروا فيه. انا شايف ان لو وجهات النظر ما قربتش يعني خساره ان احنا يبقى عندنا لعيب محترف تاني. وبعدين ما شاء الله الاهلي بقى بيطلع للدوريات كبيره ومن غير اللعب مع الفريق الاول كمان وبتتكلم على دوريات مصنفه يا الدوري الانجليزي يا الدوري الايطالي يا الدوري البلجيكي يعني انت بتطلع يا الفرنسي انت بتطلع لانديه كبيره. ودينيزي الايطالي ده مش نادي صغير ده نادي يعني كبير ومصنف لاعب طبعا فيه نجمنا حازم امام طبعا نجم منتخب مصر والزمالك. الفكره ان لازم اقرب وجهات النظر. انا من وجهه نظري ممكن اعلي مقابل إعادة البيع في مقابل إن أحمد حمدي يطلع يعني ممكن إعادة البيع بدل ما يبقى 10 أو 15 أوصله حتى لو 30% 35% بس أنزل الرقم شوية بحيث إن أنا أساعد أحمد حمدي على الاحتراف. صحيح. لأن في الآخر برضو للأمانة الراجل ده لعب بطولة أفريقيا من سنتين مع مستر بيسيرو وجريدو كان بيلعب بطولة أفريقيا دوري أبطال أفريقيا وكان بيلعب في الدوري دلوقتي هو بقاله سنتين بره الفرقه تماما ففرصته صعبه. طب انا ايه اللي يخليني اضيع كمان سنين تانية؟ انت عارف ده لو احترف من سنتين كان زمانه دلوقتي حاجه تانية طبعا. انت بتاخد منه فلوس وهو كمان متالق. صحيح صحيح. كابتن يمكن خلينا ننتقل لجزئيه بقى منتخبنا. احنا النهارده يعتبر ليله مباراه منتخبنا الوطني والحديث لازم طبعا يمكن اكيد كلنا يمكن مباراه النهارده جت ايه بالصدفه كده لكن لو ما كانش المباراه كنا هنتكلم على منتخبنا الوطني والحلم اللي موجود بالنسبه لنا. يمكن الاهتمام مش مننا بس اهتمام من منتخب اوغندا يمكن رئيس اوغندا يوبري موسيفيني مراته هي وزيرة الرياضة بالنسبة لدولة أوغندا جانيت موسيفيني بتدعي بكرة لهذه المباراة. أكيد ده يعتبر اهتمام بشكل كبير من الدولة في أوغندا لهذه المباراة لأن لما نيجي نبص لجدول المجموعة المنافس حتى الآن بالنسبة لك كمنتخب مصر هو منتخب أوغندا 4 نقاط أنت 6 نقاط فالفوز بالنسبة له يوصله 7 نقاط بيخليه منافس ودي يعتبر بالنسبة لأوغندا فرصة ممكن ما تجيلوش تاني بعد سنين طويلة يعني بالتالي الاهتمام واضح جدا من الدوله. كابتن سمير خليني اكلمك على مباراه الغد ويمكن كابتن او مستر هيكتور كوبر اختياره لمجموعه اللاعبين المحترفين واختياره لمجموعه اللعيبه المحليين يعني اكيد هو المباراه دي بالذات اختياره هو الافضل وهو الاحسن بالنسبه له بعد تفكير طويل وعميق بالنسبه لجميع اللاعبين. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني غدا ان شاء الله قدام اوغندا. اوغندا زي ما انت شرحت وتفضلت وقلت ان هم 4 نقاط واحنا 6 نقاط يعني العمليه قريبه يعني احنا مباراه بكره ان شاء الله باذن الله نكسبها عشان نبقى 9 نقاط تامن يعني انت بنسبه 90-85% وصلت ان شاء الله كاس عالم. فلازم اللعيبه تعرف رقم واحد ان انت رايح مباراه حلم بلد حلم شعب فياريت الرساله دي توصل للاعبين ان هم يكون عندهم مسؤوليه وانا حاسس ان هم عندهم طبعا مسؤوليه كلنا ثقه فيهم طبعا عندهم يعني طبعا لعيبه كويسه عندنا عناصر مميزه زي محمد صلاح والنني ورمضان صبحي وعبد الله ولعيبه ممتازه ويمكن منتخب مصر يمتلك عدد لاعبين محترفين على اعلى مستوى ما شفناش قبل كده يا كابتن وليد يعني من فتره احنا بنشوف عدد لعيبه محترفين في منتخب مصر بس ما كانش بالكثره دي في الانديه دي وبالتالق اللعيبه يعني ظهرت بيه في مع فرقها زي ما شفنا كده محمد صلاح وشفنا رمضان صبحي وكهربا وطبعا حجازي مؤخرا قايم بدور فعال ودور واحرز هدف. كل اللعيبه الحقيقه في فورمه وطبعا مستوى هايل نتمنى ان شاء الله كل اللعيب لعب مع فرقته الاوروبيه او المحليه كل واحد يبقى ليه دور
ان شاء الله باذن الله ايجابي بكره باذن الله. رقم واحد ان احنا نلعب على المكسب. عندك قوام فريق كويس جدا، عندك دوافع ان انت تكسب، كل اللعيبه اللي موجودين على اعلى مستوى. انا شايف من احسن الاجيال مرت في تاريخ مصر هي اللي هو الجيل ده، فالجيل ده ان شاء الله الاقرب ان هو يوصلنا لكاس العالم. ان احنا عايز اقول لك محرومين من كاس العالم بقالنا سنين طويله من ايام الكابتن مجدي عبد الغني. احنا مش عايزين الكابتن مجدي عبد الغني كل شويه بقى يقول لك مفيش غير جاب الهدف والكلام ده كله، عايزين صلاح بقى يجيب هدف جداً. ورمضان انا عارف ان هو بيهزر طبعا انما طبعا مباراه بكره ليها اهميه خاصه. انا شايف ان اللعيبه مركزه، مستر كوبر الطريقه اللي هيلعب بيها مش هيغيرها، وعنده استراتيجيه طبعا واللعيبه اتاقلمت عليها، كميته ماشيه مع المنتخب، بيعرف يحرك صلاح كويس جدا، بيعرف يثبت النني وطارق حامد، خط الدفاع مين بيهاجم ومين بيدافع، عارف كل واحد واجباته داخل الملعب اثناء المباراه، كل واحد عارف دوره. فانا شايف بكره هيبقى في تركيز على اعلى مستوى ومسؤوليه من لعيبه منتخب مصر، ان هي طبعا مسؤوليه كبيره وكلنا حاسين بيهم وشايفين التركيز اللي هم كانوا قايمين بيه في المعسكر، وطبعا راحوا بطياره خاصه. احنا طبعا حاجه كويسه ان اللعيبه تبقى مستريحه ورايحه قبل الماتش ب 48 ساعه عشان يبقى في تركيز، ما يوصلش لدرجه الاجهاد، لان هي فرصه مش توصل لنا تاني. احنا 6 نقاط، لو كسبنا بكره ان شاء الله اوغندا هنبقى 9 نقاط. باذن الله عندنا ماتشين مهمين تاني نقدر ان احنا نلم بنقط. سمير كابتن وليد، موضوع الطياره الخاصه ده انا كنت بتكلم على صناعه كره القدم. جزء منه ما انت تبتدي يبقى عندك راعي وعندك رعاه وعندك جزء ده في حد ذاته، ما هو الطياره الخاصه دي شركه خاصه بالمنتخب طبعا بتنقله. فاحنا تخيل بقى وصلنا لكاس العالم، الموضوع ده كل حاجه متاح، هتبقى الموضوع مختلف طبعا تماما في صناعه كره القدم. كابتن وليد خليني اقول لك باحساسك كده كلاعب منتخب مصر ويعني وعدم وصولنا من سنين طويله وخلاص، انت احساسك بقى بمباراه الغد، وهل ان شاء الله ان شاء الله بامر الله بدون المقاطعه او النبر اللي احنا بنتكلم عليه وصلنا لكاس العالم روسيا 2018، شوفوا ازاي يا كابتن؟ خليني اكلمك كوره كوره. احنا على ملعبنا فرقه من اقوى فرق القاره، يعني على ملعبنا في برج العرب او في استاد القاهره بنقدم كوره حلوه قوي، يعني بلغه الكوره كده ممكن نقطع اي حد. كسبنا غانا 2-0، لو جالنا كوت ديفوار، لو جالنا الكاميرون، لو جالنا اي حد، احنا بنلعب كوره حلوه وعندنا ذكاء فطري وعندنا مواهب اعلى من افريقيا بكتير، افريقيا السمراء كمان تحديدا. لكن انا بخاف جدا واحنا بره ملعبنا. احنا عندنا لغايه دلوقتي مشكله قائمه ان انت لما بتلعب بره ملعبك الشكل بيتغير تماما. فانا يعني متخوف جدا من سيناريو مباراه الكاميرون. انا مش عايز نعيد تاني مباراه الكاميرون اللي هي في نهائي امم افريقيا، كانت اللعيبه داخله وعارفه انه حلم شعب وعارفه ان مصر كلها مستنياها، وكان اللعيبه حتى لو يعني اجتهدوا وكل حاجه. لكن عايز اقول حاجه، الماتشات اللي بره عايزه قلب من حديد، يعني كمونة يفهم الكلام ده كويس طبعا، لانه كان راجل مدافع وبيحط رقبته وراسه في اي جزمه اي حد. الفكره ان انت لازم تروح تلعب بره بروح ايه حسام حسن وابراهيم حسن وسمير كمونة واحمد فتحي، بروح ان انت مش هينفع تلعب كره حلوه وخلاص، او مش هينفع تلعب تكتيك وخلاص، لا انت لازم تبقى عارف. انا في مباراه الكاميرون ابتدينا كويس قوي وابتدينا حلو قوي وجبنا جون بتاع النني، ولكن في الاخر احنا كافراد مش قادرين نشيل رجلنا من على الملعب، مش قادرين خلاص. بقى عبد الله مش قادر يشيل رجله، محمد صلاح مش قادر، تريزيجيه مش قادر، تحس ان الفرقه استسلمت للتعب. فده انا يعني ده خوفي بس من بكره، ان وانت بتلعب انا مش قلقان من الماتشين اللي بعديهم، يعني اوغندا وكونغو في القاهره مش قلقان منهم، انا خوفي كله في الماتشات اللي بره لما بيبقى الملعب مش حلو، الاجواء مش حلوه، درجة الحرارة عالية، الرطوبة عالية، لو في مطر زي مباراة غانا كده 6-1، أنا كنت واحد من الناس اللي مش متفائلة خالص. أول ما المباراة بدأت ومطر شديد قلت ربنا يستر، إحنا مش بتاعتنا الأجواء دي. فأتمنى إن اللعيبة تدخل بالمفهوم ده. لو أنت ما حطيتش رقبتك في كل كورة ويبقى في حماس ويبقى في رجولة ويبقى في إن أنت عايز تاخد الحاجة دي، هيبقى الموضوع صعب. لو أنت فكرت فيها كتكتيك بس وكوره والعب كوره على الارض واستحواذ بس بدون الالتحامات والقوه والسرعه واللياقه البدنيه، هيبقى الامور بره صعبه. لان زي ما انت بتقول بتفق معاك مليون في الميه،
ان الناس واخده المباراه بره مصيريه، لان هو لو كسبك هيبقى هو اول مجموعه، ده هو هيبقى اقرب فرقه للصعود، فبالتالي تخيل بقى قوه المباراه. وبعدين هم عندهم بس النجم طبعا فاروق مية اللي هو بيلعب في ستاندر ليج، عاملين عليه حفله، ما بالك انت بقى عندك ستوك سيتي وويست بروميتش وليفربول وارسنال يعني انت انت محترفيك دلوقتي بقوا ما شاء الله من احسن محترف العالم في كقاره قاره عربيه او كوطن عربي او كافريقيا، في بره في اوروبا من احسن اللعيبه اللي في العالم، مؤثرين في انديتهم. فبالتالي اشوف ان لازم اللعيبه تدخل بالاستراتيجيه دي. لو دخلت باستراتيجيه مباراه الكاميرون ان انت عايز تلعب كوره وان انت عارف ان الشعب مستنيك وعايز تفرح الشعب وكل حاجه، بس في الاخر هشيل رجلي ومش هدخل في التحامات جامده ومش مش هنط عالي ومش هاخد الكره الثانيه، هيبقى في صعوبه شديده يعني في المباراه طبعا. ان شاء الله طبعا فعلا مباراه مصيريه. انا مش عايز اقول حياه وموت يا كابتن، انا ما بحبش الالفاظ دي، لكن هي نقطه ان تاريخ بيتكتب للعيبه نفسهم وللجيل الحالي. وعلى فكره احنا شفنا جيل قبل كده كابتن كان متفوق بشكل كبير على القاره الافريقيه في القاره الافريقيه وحصوله 3 مرات على البطوله وما وصلش. خد بالك كلمه من كلام مستر هيكتور كوبر للعيبه في المحاضره، قال لهم خدوا بالكم دي ممكن تكون الفرصه الاخيره لعدد كبير منكم، مش هتروحوا تاني تصفيات كاس عالم. يعني هو يقصد طبعا ممكن احمد فتحي، ممكن محمد عبد الشافي، خلاص حسام عاشور، طارق حامد، عبد الله السعيد، عدد كبير ممكن بعد 4 سنين هيبقى صعب انه يكون متواجد في منتخب مصر يلعب تصفيات كاس عالم. فدي الفرصه الاخيره لجيل معين. ممكن رمضان وتريزيجيه المجموعه الصغيره، لكن في مجموعه هتغادر، عصام الحضري طبعا يعني في عصام الحضري ده اكيد يعني ولا ممكن عصام يقعد برضه. لكن عايز اقول لك ان دي من اقرب الفرص. صحيح. انت لو كسبت خد بالك ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونوصل 9 نقاط، ويا سلام لو كونغو تعملها مع غانا بتعادل انت تبقى خلاص وصلت، يبقى فرق 7 بونت تكسب اوغندا هنا تبقى وصلت كاس عالم خلاص، مش محتاج الكوم ولا غانا، مش محتاج ولا الماتشين الاخرين. فانت دي تبقى لاول مره تحصل في تاريخ مصر. قبلها بجولتين ده حتى في تصفيات افريقيا كمان. لا حصلت في تصفيات افريقيا، لا حصلت معانا مع كابتن محسن صالح قبل 3 جولات. وصلنا كاس افريقيا. كابتن احمد الكاس فاكر يا كم منى لما سياده الوزير ادانا اسبوع هديه، فاكر اسكندريه واقامه افطار وغدا وعشاء وجبنا احنا العصابه بتاعتنا فاكر. ف لا ممكن تحصل فعلا، تبقى في التاريخ ما حصلتش ان انت بتوصل بدري قوي. فيا رب ان شاء الله يعني يا ريت يكون طيب اللعيبه عارفه كده. كابتن سمير خلينا كلامك على الجانب الدفاعي بالنسبه لمنتخبنا وفي مباراه خارج ارضك، يعني الوضع اكيد بيبقى الشكل الدفاعي او التنظيم الدفاعي، مش بقول الشكل، التنظيم الدفاعي بالنسبه لك هيبقى مختلف لما تبقى بتلعب طبعا على استاد برج العرب او استاد القاهره لما كنت بتلعب امام المنتخبات الاخرى. يعني مفيش شك طبعا تنظيم الدفاع رقم واحد هيفيدك جدا في سيناريو المباراه. طول ما انت صفر طبعا بتدي طمانينه نص الملعب والفراوده ان هم يحرزوا اهداف. عندنا طبعا ممكن حجازي ورامي واحمد فتحي وعبد الشافي دول ممكن يكونوا رباعي خط الظهر طبعا. التشكيل كده كابتن؟ لا انا بقول لك الاحتمالات، يعني انت بنتكلم على خط الخلفي او الدفاع، بقول لك ان حجازي هو الاقرب ورامي هو الاقرب وعندك احمد فتحي وعندك عبد الشافي، يعني كل دي لعيبه عندها خبرات دوليه وطبعا ومرت عليها ظروف زي كده واكتسبوا خبرات كبيره، خصوصا حجازي مؤخرا طبعا ابتدى ان هو ياخد خبرات في الدوري الانجليزي وابتدى يحرز اهداف من اللعيبه الممتازه ان هو يقدر يفيد المنتخب بكره ان شاء الله، سواء في الكور طبعا التغطيه والالتحامات والكور العاليه اللي هو مميز بيها هو ورامي، الاثنين مميزين الحقيقه. ان انت في الماتشات الافريقيه كفاروق بتقابل زي ما وليد قال من شويه ممكن يكون في يعني 3 فصول في يوم واحد، ممكن تلاقي مطر، ممكن تلاقي هواء، ممكن تلاقي مش عارف ايه، فلو انت قابلت مطر هتصعب على المدافعين وحارس المرمى، فعليهم ان هم لازم يكونوا هادين، يسيبوا مسافة ما بين الـ طبعا الفرويد وعدم الالتحامات. احنا عارفين ان الحكم اللي هيحكم بكرة هو اللي حكم مباراة الاهلي فطبعا يعني حكم عصبي شوية وبيدي قراراته متسرعة، فدي نقطة مهمة جدا نخلي بالنا المدافعين ان هم مفيش التحامات داخل ال 18. مش ليس الجزء الدفاعي او الخط الدفاعي فقط، انا قصدي التنظيم الدفاعي بالنسبة لكل مراكز الملعب والادوار الدفاعية لكل مراكز الملعب، ده هو ده الاهم. انت طبعا خط الدفاع كابتن سمير انت بشكل كبير طبعا، انت عشان حضرتك كنت نجم كبير في هذا الخط، ممكن يدخل معاهم النني وطارق حامد
كلها بدايه من راس الحرب يا كابتن، انت كل واحد ليه دور. هو مستر كوبر بيعمل التنظيم الدفاعي كاحسن ما يكون. المشكله عنده حاجه واحده بس، ان ممكن يبقى فيها مغالاه فاللعيبه ترتكن للناحيه الدفاعيه فقط. زي ما حصل في تونس. انت ايه مشكلتك في مباراه تونس؟ انت ما رحتش الجول خالص. معز بن شريفيه معز بن شريفيه حارس مرمى تونس ولا لم يختبر طوال 90 دقيقه. ليه؟ لان انت غاليت قوي قوي، بقى في مغالاه شديده في الناحيه الدفاعيه. منزل طارق حامد والنني قوي في حضن الدفاع، منزل محمد صلاح وعبد الله السعيد في حضن نص الملعب، فبالتالي بقيت تدافع وبدات تسيب بقى العلي معلول ويوسف المساكني وامين محمد امين بن عمر، وبدا منتخب تونس يحس ان هو بلغه الكره كده لا راكب الجيم، فخلاص هيجيب جون، وده اللي حصل بالفعل. لكن انت، انا اخاف من السيناريو ده، انا عايز ادافع لكن كمان يبقى ليا شراسه هجوميه طبعا. يبقى لما اقطع الكوره لازم احمد فتحي يزيد، ولازم عبد الشافي يزيد، ولازم صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد، ودي للنني مهام برضه هجوميه. ما انا لو بص، هو لو ما خافش مني، لو وصل له احساس في الملعب ان انا بدافع بس، هيبقى نفس سيناريو تونس. مش هنروح للجون، وهنروح قليل قوي، وهيبقى كل الموضوع شعلقه في خط ال 18 عندنا، والكره الثانيه رايحه لهم وتصويب من بعيد، وهتبتدي انت تحسس الجماهير ان انت رايح تتعادل، وده خطر. انا عايز ادافع بتفق مع مستر كوبر ان انا ارد نص ملعبي، وان انا اضيق المساحات علشان فرق القوه والسرعه والالتحامات ماشي، لكن اول ما اخد الكوره لازم يبقى اللعيبه عندها شراسه هجوميه. صحيح. بس صحيح. يعني إيه يمكن يا كابتن سمير، احنا لعبنا منتخب اوغندا وقلنا ان احنا ده الكلام ده في بطوله افريقيا، وهدف عبد الله السعيد في الدقائق الاخيره، ويمكن المباراه دي هي اللي خلتنا نوصل للادوار الاخرى بالنسبه لبطوله افريقيا. اكيد المباراه دي مختلفه كابتن وليد طبعاً. سمير الوضع بالنسبه له، سواء بقى انت في مجموعه غير لما بتبقى مباراه مصيريه زي كده بتوصلك لكاس العالم، بالنسبه لرؤيتك بالنسبه لهذه المباراه واللاعبين الاوغنديين او منتخب اوغندا اللي يمكن غير اداره فنيه بالنسبه لهذا المنتخب، الامور بالنسبه له هتبقى اختلافها عامل ازاي، وعلى اساسه مستر هكتور كوبر ممكن يحط خطته كابتن سمير؟ هو طبعا خطه مستر كوبر هي يعني طبعا بيلعب 4 2 3 1 ما بيش هيغيرها. طبعا بيبقى في تنظيم دفاعي وهجومي زي ما اتكلمنا من شويه من جانب مستر كوبر، وكل اللعيبه ملتزمه عارفه دورها كويس جدا. ودي حاجه تحسب للمدير الفني لما اللعيبه تتاقلم على طريقه لعبه، دي حاجه كويسه، وعنده لعيبه بتطبق نفس الطريقه. يعني خلينا نتكلم على فرقه اوغندا، من الفرق الافريقيه الحديثه، تلعب كره حديثه، عندها سرعات وعندها قوه والتحامات، سواء الالتحامات الارضيه او الهوائيه، كل ده مميزين بيها. شفنا طبعا المباراه اللي كانت في البطوله الافريقيه لهدف عبد الله السعيد. انما انا عايز افصل هنا حاجه كابتن وليد وكابتن فاروق، ان البطولات المجمعه بتختلف عن المباريات المصريه او تصفيات كاس عالم. ليه؟ انت بتتكلم في بطوله مجمعه، عندك 3 4 ماتشات ممكن تعوض فيهم، انما الماتش بتاع بكره قدام فرقه اوغندا، منتخب اوغندا، مش هتقدر ان انت تعوض، يعني ما فيهاش حسبه تاني. يعني انت بتخطف وتجري بلغه الكوره، عندك انت بتتكلم في 6 نقط، لو كسبت بقى 9، خلاص مفيش فرصه، انت كده هتخلص عليه وتقدر ان انت تتربع على قمه المجموعه. فالمباراه مش مستحمله ان احنا بنقول مباراه مصريه، غير المباراه اللي انت هتشوف شراسه من لعيبه منتخب اوغندا غير اللي انت شفتهم في بطوله افريقيا. انت بتلعب بطوله مجمعه زي ما اتكلمنا، عندك فرصه ماتش واثنين وثلاثه ان انت تعوض. والملعب طبعا كان سيء جدا، والملعب اللي هيلعب عليه منتخب مصر برضو بيشتكوا منه طبعا، يعني بيشتكوا منه يعني على ملعبهم، وعندك ضغط جماهيري وعندك اعلام بيساندهم ومدير فني جديد وعندك الحكم، كل دي عوامل بتأديهم ان هم يكسبوا. لكن رد فعلك انت بقى، الشراسه بتاعتك، شراسه هجوميه، عندك القوه الدفاعيه، الالتحامات، كل ده السيناريو بتاع المباراه لازم يتقسم من الناحيه الهجوميه ومن ناحيه الدفاع، ان انت زي ما اتكلمنا مباراه مصيريه، لكن لازم تعمل لها سيناريو ان انت تكسب زي ما اتكلمنا انا وانت والكابتن وليد من شويه، بالجدعانه بقى، بالرجوله، بالروح، بكل ده موضوع مهم جدا طبعا. لازم معدن لعيب المصري بكره يظهر ان شاء الله، ان انت نازل على الثلاث نقاط فقط لا غير، ماليش دعوه بقى بالحكم، ماليش دعوه بالجماهير، ماليش دعوه بالخصم، مفيش حد يطرد، يعني انذارات كتير تعطلك، الالتحامات داخل ال 18 يا كابتن وليد، فاولات قدام ال 18 عندهم ناس مميزه بتشوط كتير، كل ده سيناريو ممكن انت تشوفه اثناء المباراه.
فلازم ولابد باذن الله كل لعيب من منتخب مصر بكره باذن الله يبقى حاطط في اعتقاده ان هو مفيش اخطاء، اخطائك تبقى قليله جدا. يعني عايزين نفكروا كمونة بالسيناريو، وصلنا لكاس العالم، الموضوع مش سهل. يعني انت لعيبه الجزائر سنه 90 موت موت ناس طب. يعني لعيبه كتير اتعورت في الملعب وتنشنه، ولدرجه ان حتى لما رجعوا للاوتيل الدكتور طبعا اللي عينه طارت من كان النجم الكبير في هذه المباراه اللي رجع الاوتيل والاخضر بلومي الاخضر بلومي. فبالتالي وصول كاس وصول كاس عالم لازم بيبقى بتضحيات. شفت احنا مع كابتن حسن شحاته وموقعه السودان والدنيا صعبه. يعني انا اقصد ايه، انت مش هتوصل كاس عالم بسهوله مش هتوصل طبعاً. كاس عالم بسهوله لازم يكون في تضحيات على مستوى الحدث. انت شفت يا كابتن وليد الهدف اللي جابه الكابتن حسام ده خناقه خناقه. يعني احمد الكاسلم وشوطه وقلشت واحمد الكاسلم وعملها اوفر، احمد رمزي راح داخل في الجون وكابتن حسام راح داخل عملها بدماغه. انت متخيل ثلاثه غير بالخناقه يعني خد بالك وخد بالك يا كابتن يعني روح حاجه غير عاديه. هو ده المطلوب ونقطه مهمه جدا انت بتتكلم فيها. وخد بالك الهدف في الدقائق الاولى بتاع كابتن حسام ومع ذلك لعبت 90 دقيقه طلعت 1-0 بالعافيه وهم كانوا هيتعادلوا ضايعين انفرادين. فبالتالي الفكره انك لازم تبقى عارف ان انت مش داخل مباراه في اوروبا عاديه وهتكتك وهعمل لا الموضوع موضوع وصول كاس عالم صعب، مساله صعبه جدا. نتمنى من اللعيبه ان هي يكون عندها الحافز ده، ان هي تبقى عارفه ان لازم تضحي عشان توصل كاس عالم، لان احنا يعني الاجيال في مصر بتتعاقب ومفيش حد بيوصل كاس عالم. صحيح. ما زلنا كابتن وليد جزئيه تشكيل الى حد ما معلوم لينا بشكل كبير، لكن هتلاقي في مركز او اتنين هم اللي ممكن في ثلاث اختلافات، لكن مستر كوبر معودنا على الثبات. يعني انا متهيألي ان عصام الحضري اللي هيبتدي، احمد فتحي، رامي، حجازي، شيفو او عبد الشافي، طارق حامد والنني، صلاح وعبد الله وتريزيجيه وعمرو جمال. انا دي وجهه نظر، لكن في ثلاث مراكز ممكن يبقى فيهم كلام. يعني رامي ربيعه ولا سعد، دي ممكن يختار سعد او رامي ربيعه، الاثنين جاهزين والاثنين حالتهم كويسه والاثنين متفاهمين مع حجازي على شمالهم ومتفاهمين مع احمد فتحي على يمينهم، الثلاثه خط دفاع النادي الاهلي، فبالتالي مش هتفرق قوي. هنروح لقدام تريزيجيه او رمضان، ممكن يختار رمضان بما انه متالق مع ستوك سيتي وممكن يختار تريزيجيه، لكن هو معودنا على تريزيجيه علشان بيحمي محمد عبد الشافي في الناحيه الدفاعيه، اخر مركز عمرو جمال او كهربا يعني برضو ممكن ده وممكن. اروح سريعا طبعا لاوغندا، استاذ حسن السعداني الناقد الرياضي بموقع سوبر كره هيطمنا طبعا على بعثه المنتخب والبرنامج اللي ممكن يكون النهارده وايضا غدا. استاذ حسن اتفضل. استاذ حسن مساء الخير على حضرتك. الو الو كابتن محمد مساء الخير. تحياتي ليك وتحيات كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سمير كمونة. طمنا على المنتخب، ويمكن اكيد النهارده في برنامج وايضا بكره استعدادا للمباراه. مساء على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، على كابتن سمير، على كابتن وليد. احنا النهارده على كم حياه المنتخب النهارده درب الساعه 2:30 الساعه 4 بتوقيت اوغندا. النهارده اتحرك مستر كوبر، النهارده كان حرص ان هو يخلي ملامح التشكيل غامضه نوعا ما، لان الاوغندي حضر التمرين بالكامل. اللي بقى من التشكيل النهارده ان هيلعب بمهاجم سريع عمرو جمال. الاقرب لحراسه المرمى هو عصام الحضري. تمام. انا بطلع حضرتك برضه على التشكيل، الاقرب لحراسه المرمى هو عصام الحضري. تمام. في الدفاع هيبقى عمرو ربيعه واحمد حجازي، باك يمين احمد فتحي، باك شمال محمد عبد الشافي. في وسط الملعب هيلعب طارق حامد والنني، الموحده قدامهم عبد الله السعيد، على الطرف محمد صلاح، الطرف شمال تريزيجيه، وقدامه مهاجم صريح هو عمرو جمال. طيب بالنسبه طب للبرنامج نفسه، هل النهارده في اجتماع، حصل اجتماع او في اجتماع هيتم تحديده بالنسبه للاعبين؟ في محاضره فنيه قبل الغداء الساعه 12 الظهر. بعدها المنتخب اتغدى واللعيبه ريحت في غرفه لحد ميعاد التدريب. والنهارده شفنا طبعا كتير جدا من الجانب المنتخب الموضوع بشكل كبير جدا. اوغندا كبلد هي مشكلتها الوحيده هي ازدحام المرور. انت المسافه ما بين الفرن
ممكن تتاخد في ربع ساعه لو الطريق سالك، بس كنت تتاخد ثلاث ساعات. زحمه كبيره جدا. لكن النهارده السلطات الاوغنديه بصراحه بدات موجوده عشان المنتخب يتحرك في ثلاثه وسط الشوارع المزدحمه جدا. وفي اهتمام كبير طبعا الجماهير الاوغنديه كانت محتشده النهارده خارج الملعب بعد المران عشان تشوف لعيبه المنتخب، والصف بشكل منظم جدا على جنبات الطريق عشان ترحب بالفريق يعني. تمام. طيب يعني المهندس هاني ابو ريده وصل، موجود، كله موجود، اجتماعات تحفيزيه هتبقى موجوده، معرفش بقى اذا كان النهارده بالليل ولا قبل المباراه، ما يعني برضو انت اللي عندك المعلومه. المهندس هاني ابو ريده ودكتور كارل كله هم على طول مع مستمعين باللعيبه، على طول بيحفزوا في اللعيبه، وعلى طول في جو من التفاؤل والمرح كده ما بين اللاعبين افراد البعثه كلها يعني. طبعا التركيز كله تركيز النادي الفني واللاعبين، هم مركزين جدا على الماتش، هيكون مصيري جدا وهيحدد ملامح المجموعه، وممكن يكون ده بوابه التاهل للمونديال. الماتش ده اهم ماتش لان يعني بيديني عليه ماتش العوده. منتخب متاكد جدا النهارده كان بيقول ان هم لو فاز على الصين رايح جاي وغطى في الماتش، الماتشين اللي هيتلعبوا في خمس ايام احنا بنقول الصفر رسميا. فبالتالي اللعيبه عارفه قيمه الماتش وعارفه قيمه المرحله اللي احنا بنمر فيها. طب استاذ حسن يعني لو تطمني على درجه الحراره عندك والرطوبه، اخبارها ايه بالنسبه للجو الوقت الحالي، وايضا ارضيه الملعب؟ لو هي انا عارف ان المنتخب اشتكى من ارضيه الملعب او يعني لمده لحظات بس، لان خلاص وضع امر واقع يعني. الملعب ارضيه الملعب سيئه لحد كبير جدا، لكن المنتخب متعود على الاجواء دي. صحيح. الملعب بسبب الامطار، امطار يوميا فترات ساعات متاخره من الليل وساعات من الصباح الباكر يوميا في امطار. درجه الحراره هنا 23، والخمسات اللي ماشي النهارده مع الثقافه المصريه اعضاء استاذ حسن هو الصوت مش واضح، لو حضرتك بس توضح الامور تاني وتتحرك شمال او يمين كده لان الصوت مش واضح شويه. درجه الحراره كام وقول لي درجه الحراره كام قلت لي لان الصوت ما كانش واضح. بتكلم حضرتك على درجة الحرارة، درجة الحرارة هنا 23. الملعب سيء بسبب الأمطار. الأمطار نفسها الملعب سيء، أوكي. الأمطار يوميا ساعات متأخرة من بالليل وساعات من الصباح الباكر. طيب بالنسبة للرطوبة لأن هي دي الأهم بالنسبة للعيبة، يعني أخبارها إيه بالنسبة يعني درجة الحرارة ممكن تبقى عادية أو طبيعية لكن الرطوبة هي المشكلة. كنا سألنا الجهاز الفني النهارده ما فيش مشكله في الرطوبه، المنتخب متعود على الاجواء دي من فتره، كان في الجابون برضه كان بيعاني من نسبه الرطوبه، وكان هما بيقولوا ان حتى الملعب اللي اتمرنوا عليه النهارده افضل من برج انتيه، يعني حتى محمد صلاح كان قال لك ده ملعب بجنينه مش ملعب، لان فعلا الارضيه رطبه جدا من الامطار. لكن المنتخب الجهاز الفني يعني ما بس جانب يعني موضوع الملعب، لان المنتخب متعود على الاجواء دي لازم تتعامل مع الارضيات والوالدين. اكيد. استاذ حسن سعداني الناقد الرياضي من موقع سوبر كوره، بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا وكل التوفيق طبعا يعني يبقى الحاله الفنيه بالنسبه لهم تبقى في اعلى مستواها بكره، وزي ما بيقول كباتن مصر لازم الروح المعنويه العاليه، لان دي طبعا مباراه مصيريه، مباراه هي اللي ممكن فعلا هي دي اللي توصلك لكاس العالم. كابتن وليد عجبني عجبني كمان قرار لمستر هيكتور كوبر. انت عارف احنا معانا طياره خاصه، فالاستاذ ايهاب ليطه والمهندس هاني ابو ريده والدكتور كرم كردي كانوا في برنامج للرحله، ان انت اول ما تخلص المباراه الساعه 4 بتخلص 6 تتحرك مثلا على 7 تكون في المطار 8 تركب الطياره 9 تكون الساعه 1 في القاهره. الراجل قال لهم لا الكلام ده ما ينفعش، اللعيبه ترجع على الاوتيل تاخد الاستشفاء بتاعها 3 4 ساعات ونرجع وقت ما نرجع 4 5. ده شغل الاجانب، ده شغل برضو الاحتراف. انا عندي بعديها مباراه مهمه جدا 5-9، مفيش الكلام اللي هو ايه اطلع من الملعب على الطياره. لا، الراجل بيشتغل شغل بروفيشنال، بيشتغل بطريقه منظمه جدا، فان شاء الله باذن الله طالما احنا شغالين صح ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. يعني دي نقطه برضو اليوم يا كابتن بالنسبه للمنتخب بكره يبقى عامل ازاي؟ يعني بدايه من الصباح كده كلاعب كوره وحسه، اكيد احنا مرينا بالمواقف دي حتى لو نهائيات يا كابتن، اكيد هو موقف شبيه لمباراه غد لانها تعتبر مباراه نهائيه بالنسبه لنا. بص مفيش شك ده دور اللعيبه الكبيره، زي ما اتكلمنا عن النادي الاهلي نتكلم على الجانب الدولي، دور اللعيبه الكبيره الحضري، عندك محمد صلاح، عندك طبعا حجازي، كل الناس الكبيره، احمد فتحي، الناس الكبيره
والخبرات اللي موجوده هتقدر ان هي يبقى ليها دور بكره ان شاء الله. تتكلم مع اللعيبه لازم يكون عندك هدوء اعصاب طبعا، رقم واحد يبقى النوم بدري النهارده، وكله يبقى في اجتماع مخصوص للاعبين بس ان هو يبقى عارف دوره ايه بكره، ينفذ تعليمات المدرب، طموحنا اهدافنا الدوافع بتاعت مباراه بكره قدام مواندا احنا هنعمل ايه. فكل دي يعني اسباب بتؤدي للنجاح، فطبيعي جدا ان انا بقعد مع اللعيبه الخبرات ووصل اللعيبه اللي هي مش خبرات ان هي طموحها ايه الفتره اللي جايه. فانا شايف بكره حلمنا كلنا كمصريين ان شاء الله، كلنا ثقه فيهم باذن الله ان احنا ربنا كرمنا ان شاء الله ان شاء الله، ونرجع بالثلاث نقاط ونبقى فرحانين وكل اللعيبه ترجع سليمه ان شاء الله. مهم كمان جدا كلام اللعيبه مع بعض على الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي هو اهم حاجه في ال 90 دقيقه. انا وارد جدا ان الحكم يظلمني، وارد جدا انه يحسب مثلا ضربه جزاء ما فيهاش حاجه، وارد جدا ان انا منتخب اوغندا يتقدم بهدف، وارد جدا ان الثبات الانفعالي. هل انا هكمل ال 90 دقيقه بال 11 لعيب، ولا في لعيبه هيطلع بره الثبات الانفعالي ويروح ضارب له واحد، ولا يروح واخد طرد ويبوظ لنا الدنيا؟ طيب هل انا لو جبت جون هل الفرحه المبالغ فيها ارد قوي 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 عشان احافظ على الجون فبالتالي اتعادل في الاخر؟ الثبات الانفعالي مهم جدا. الفرق الكبيره لازم يكون عندها ثبات انفعالي. انا بشوف ان احنا كنا ماشيين كويس قوي في كاس امم، وجينا على اخر مباراه ربنا كرمنا بهدف النني، وكنا متقدمين وداخلين الشوط الاول 1-0 لينا، ومصر كلها كانت فرحانه بكاس الامم. الشوط الثاني ما كانش عندنا ثبات انفعالي، خوفنا قوي على الهدف، رجعنا وقفنا جنب عصام الحضري في الستة ياردة تركيز، واحنا كلنا كنا بنتفرج وقلنا هيجي فينا جول، هيجي فينا جول. ليه؟ لان انت طول ما انت تبقى خايف لازم يكون في ثبات انفعالي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بكره. رساله كابتن وليد انت اكيد بتوجهها للاعبين، لان ده مهم جدا حته الثبات الانفعالي في حاله وانت بتحرز هدف عندك ثبات انفعالي، وانت بتواجه صعوبات داخل المباراه الثبات الانفعالي بتاعك عالي جدا. اعتقد ان اللاعبين الموجودين في التوقيت الحالي الخبرات الكبيره ووجودهم في الدوريات الاوروبيه بتاهلهم على الجزئيه دي، او موجود عندهم الجزئيه دي، لان طبعا بيلعبوا في ظل ظروف صعبه جدا جدا في اوروبا. كابتن وليد بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن فاروق، كل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى اسرتك، ويا رب على مصر كلها ان شاء الله بكره، سنه ومصر سعيد علينا ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. كابتن سمير بشكرك، كابتن سمير موفق دايما، وبشكرك كل سنه وانتم طيبين جميعا، قناه الاهلي وجميع النادي الاهلي، وان شاء الله عيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. يعني كنا معاكم من اول اليوم كده بنحلل مباراه النصر والاهلي، او الاهلي والنصر طبعا اللي فاز فيها النادي الاهلي 2-0 في اولى استعداداته الوديه للموسم القادم، حاجه مميزه جدا. احمد ياسر ايمن بيحرز هدفين من خلال طبعا ضربه راس، وايضا انفراد ليه بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي في الفترة القادمة، لو مباراة ودية وإن شاء الله بداية من الموسم القادم، يعني الأولى المباراة أمام طلائع الجيش ثم الترجي. إن شاء الله بقى بكرة يوم مهم جدا في تاريخ الكرة المصرية من خلال منتخبنا الوطني، يا رب كل التوفيق، ونعيد عايد علينا إن شاء الله، هيكون في ناس صايمة كده وهم صايمين يدعوا لنا وقفة عرفات غدا إن شاء الله. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا يا رب. عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم دايما على خير من خلال الاستاد الاهلي. بعد الفاصل هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير.